السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 14 طبعا في كتاب المعاصر أو الدرس السادس تفاضل لطلاب الصف الثاني الثانوي، وهو درس تطبيقات على المشتق. تطبيقات على المشتقة هو درس مش جديد يا باشمهندس، احنا عارفين ان المشتقة بتاعتنا اللي هي المشتقة الأولى، لأن في مشتقات بعد كده هتعرفها إن شاء الله. المشتقة الأولى هي تعبر عن ميل المماس بتاعي، تمام؟ طب يا باشمهندس لما انا بعرف ميل المماس، المماس ده عباره عن خط مستقيم، ببدا اجيب معادلته او الزاويه اللي بصنعها مع السينات الموجب، وهو ده كله اللي احنا درسناه خلال اولى ثانوي وثالثه اعدادي، فده كلام مش جديد، والكلام ده هتلاقيه في فيديو الشرح في اول جزء في فيديو الشرح بفكرك كده ازاي بنجيب معادله الخط المستقيم يا باشمهندس، فده جزء مهم جدا جدا، شوفه في فيديو الشرح قبل ما تبتدي الدرس ده عشان ما تعطلش في حاجه باذن الله. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعاده الناس اللي محتاجه ملازم الشرح او ملازم المراجعه، بقى حاليا في ملازم مراجعه متوفره باذن الله، هتبعت رساله واتس على الرقم الموجود اسفل الفيديو، هيرد عليك ويبلغك تفاصيل سواء الشرح او المراجعه ويبعت لك عينه منهم باذن الله تطلع عليها ان شاء الله. ملزمه المراجعه قويه جدا جدا جدا، وانت ما تشوف العينه هتحكم بها على نفسك ان شاء الله. تمام. السؤال الاول يا باشمهندس بيقول لي ميل المماس. اول ما بيسالني عن ميل المماس، انا عارف ان ميل المماس هو قيمه المشتقه عند نقطه معينه، يبقى انا يا باشمهندس عارف ان ميل المماس هو قيمة المشتقة، المشتقة هنا اللي هي سطح شرط. طب هو عايزها عند س بتساوي 2، يبقى هو يا باشمهندس عايز قيمة المشتقة عند س بيساوي 2 بس. يبقى أنت أول حاجة يا باشمهندس هتبدأ تشتق، تمام؟ دي عبارة عن قوس لأس، بنزل الأس اللي هو 5 في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 2 معامل الس، وبعد كده بكتب القوس زي ما هو وأقلل من الأس 1 يبقى 4، تمام؟ يبقى 5 في 2 تبقى 10 في 2 س ناقص 3 الكل أس 4. عايز قيمة المشتقة عند س بيساوي 2، عوّر عن الس ب 2 يبقى ده 10 في 2 في 2 ب 4 ناقص 3 1 يبقى 1 أس 4، يعني 10 في 1 يبقى 10، يبقى ميل المماس اللي هو قيمة المشتقة بيساوي 10 اللي هو الاختيار رقم د يا باشمهندس. تمام؟ هل في حاجة صعبة؟ سهل. بيقول لي ميل المماس اللي هو قيمة المشتقة، تمام يا باشمهندس، ص تساوي يا اما تعملها حاصل ضرب، يا اما الاسهل انت عارف ان جا س جتا س دي من قوانين ضعف الزاويه. ازاي يا باشمهندس؟ تركز معايا، ادي جا س جتا س، والله دي محتاجه 2، طب الاثنين اللي يشيلها مين؟ نص، يبقى الصاب بتساوي 2 جا س جتا س اللي هي جا ضعف الزاويه، معذره، يبقى نص جا 2 س، كلام عظيم. هنبدا نشتق، يبقى الصاد شرطه بتساوي مشتقه اللي هي الزاويه بتاعتنا 2 في النص ماليش دعوة بيه، ومشتقة الجا اللي هي جتا 2 س، فالاتنين هتروح مع النص، يبقى الصاد شرطة بتساوي جتا 2 س. بصيت في الاختيارات مفيش جتا 2 س، لا أنا عارف من قوانين ضعف الزاوية إن جتا 2 س عبارة عن جتا تربيع س ناقص الجا تربيع س، هل دي موجودة؟ موجودة، أو إن هي 2 جتا تربيع س ناقص 1 أو 1 ناقص 2 جتا تربيع س، كل ده لو كان موجود في الاختيارات كنا اخترناه يا باشمهندس، ولكن هي اللي موجودة اللي هي الاختيار رقم إيه؟ رقم ب. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ميل المماس ده عند س بتساوي باي على 2، يعني هو عايز ص شرطة عند الباي على 2. خلاص هبدا اجيب قيمه المشتقه، ده طبعا حاصل ضرب دالتين، هثبت الاولى اللي هي س في مشتقه الثانيه، مشتقه الزاويه هنا 2 في مشتقه الجتا بسالب جا نفس الزاويه، تمام يا باشمهندس، زائد هثبت الثانيه اللي هي جتا 2 س في مشتقه الاولى اللي هي بواحد، تمام هنظبطها دي شويه، يبقى سالب 2 س جا 2 س زائد جتا 2 س، عوّر عن السين بباي على 2، يبقى سالب 2 في باي على 2 في جا 2 في باي على 2 يبقى جا باي اللي هي جا 180 زائد جتا 2 في باي على 2 تديك برضو جتا ايه؟ جتا بالنسبة لي 180 أو باي يعني. طيب جا باي اللي هي جا 180 بصفر، فكل الكلام ده هيشال. طب جتا باي جتا 180 بسالب 1، يبقى قيمة الكلام ده كله بسالب 1 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ج يا باشمهندس. بيقول لي ميل العمودي، ايه ده يا باشمهندس؟ عادي يا عم انت خايف ليه؟ هات ميل المماس وهات ميل العمودي بتاعي، العمودي بشقلب وغير الاشاره بس. احنا عارفين ان ميل المماس هو قيمه المشتقه وعايزها عند باي على 6،
كلام عظيم. هات المشتقة يا باشمهندس، يبقى صاد شرطة مشتقة الزاوية الأول 2، ومشتقة الجا بجتا نفس الزاوية. طيب عند باي على 6 يبقى بتساوي 2 في جتا 2 مضروبة في باي على 6، على 2 فيها 1 على 2 فيها 3، يعني يا باشمهندس 2 في باي على 3 اللي هي 60 وجتا 60 بنص، يبقى 2 في نص بيساوي 1. ده مين؟ ده ميل المماس، يبقى ميل العمودي بشقلب واغير الاشاره، ده واحد على واحد، لما شقلبه يبقى واحد واغير اشارته يبقى سالب واحد، يبقى ميل العمودي سالب واحد اللي هو الاختيار رقم ب. رقم 5 بيقول لي اذا كان المستقيم ده اهو بيمس منحنى الدال. خلي بالك لو انا معايا اي منحنى يا باشمهندس وفي مستقيم بيمسه، فنقطه التماس هي نقطة واقعة على المستقيم، وفي نفس الوقت يا باشمهندس بالنسبة لي هي نقطة واقعة على المنحنى لأنهم يعتبروا مشتركين في نقطة، تمام. طب ما أنا بالنسبة لي يا باشمهندس إن ميل المماس اللي هو المستقيم ده هو نفسه المشتقة الأولى، صح كده؟ تمام يا باشمهندس، تمام. طب ما أنا أجيب الميل المستقيم، دي معادلة طالما صفرية يبقى الميل بيساوي سالب معامل س اللي قدام الس غير إشارته يبقى سالب واحد على معامل الصاد اللي هو بواحد، يعني يطلع الكلام ده بكام؟ بسالب واحد. طب ما هو الميل ده هو قيمة المشتقة يا باشمهندس، تمام. طب ما تجيب المشتقة، هبدأ اجيب د شرطة س هيساوي، هيبدأ بالنسبة لي انزل الاس يبقى 2 واقلل الاس 1 يبقى س ناقص 3. طب ما هي كده يا باشمهندس قيمة المشتقة اللي هي الميل بسالب واحد، خلاص شيل المشتقة وحط سالب واحد بيساوي 2 س ناقص 3. ودي دي الناحية التانية، يبقى سالب واحد وموجب تلاتة يبقى موجب اتنين بيساوي اتنين س، على الاتنين هنا والاتنين هنا اذا قيمة الس بتساوي واحد. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت ان قيمة الس بتساوي واحد، هتبدأ تجيب الصاد منين؟ من هنا او من هنا، بس هنا في مجهول، هاتها من هنا، عوّر عن الس بواحد يبقى صاد زائد واحد ناقص واحد بيساوي صفر، ده هيروح يبقى صاد زائد صفر بيساوي صفر، يعني الصاد بتساوي صفر، يبقى الصاد بتساوي كام؟ يبقى الصاد بتساوي صفر. بقى معاك نقطة يا باشمهندس اللي هي نقطة التماس دي واحد وصفر، عوض بيها هنا عشان تجيب قيمة الألف، طبعا ده الس دي اللي هي صاد، هعوض عنها بصفر يبقى صفر بيساوي واحد تربيع بواحد ناقص تلاتة في واحد بتلاتة زائد ألف، واحد ناقص تلاتة سالب اتنين، وده الناحية التانية يبقى موجب اتنين، يعني الألف بموجب اتنين اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. الموضوع والله سهل جدا جدا، طول ما أساسياتك كويسة الموضوع بسيط خالص. بيقول لي النقط الواقعة على منحنى الدالة ده اهو والتي عندها المماس يوازي المستقيم ده، نفس الفكره يا باشمهندس، طالما نقط واقعه هبدا اجيب الوقت الميل بتاع المستقيم زي ما انا شرحت لك، ان لو معايا منحنى وفي مماس فالمنحنى ده والمماس بيشتركوا في نقطه اللي هي نقطه التماس، وميل المستقيم بيساوي قيمه المشتقه، يبقى انا هجيب ميل المستقيم ده هيبقى سالب معامل س يعني سالب 2 على معامل ص اللي هو 1 يعني بسالب 2. طب يبقى انت كده قصدك ان ص شرطه بيساوي سالب 2، ايوه ده اللي انا اقصده. طب ما تيجي نجيب ص شرطه اللي هي د س شرطه يعني ص شرطه. طبعا دي داله اسيه، هقلل هنزل الاس واقلل من الاس 1 يبقى س ناقص 3. يعني ده هتساوي 2 س ناقص 6. طب ما هي قيمه المشتقه اللي هي المماس فساويها بسالب 2. ودي دي الناحيه الثانيه يبقى موجب 6 وسالب 2 يبقى 4 بتساوي 2 س. على 2 فال 1 على 2 فال 2 يبقى س بتساوي كام؟ 2. جبت ان س بتساوي 2 يا باشمهندس، عوض في المعادلة عشان تجيب النقطة، تمام؟ هعوض هنا ب 2 يبقى 2 ناقص 3 يبقى سالب 1، سالب 1 بالنسبة لي تربيع يبقى 1. واخد بالك أنا بعمل إيه؟ أنا بعوض في د س أهو. عندما الس بتساوي 2، 2 ناقص 3 سالب 1، سالب 1 تربيع ب 1، ناقص 1 يبقى بيساوي 0. يبقى الصاد بصفر، يبقى النقطة هي 2 وصفر. 2 وصفر اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب يا باشمهندس، خلاص هي نفس الفكره متكرره معاك. بيقول لي النقطه الواقعه على منحنى الداله والذي عندها المماس يوازي المستقيم، خلاص عرفنا. هنبدا نجيب ميل المستقيم اللي هو قيمه المشتقه الاولى. ميل المستقيم سالب معامل س يعني سالب 1 على معامل ص اللي هو ب 1 يعني بسالب 1، تمام يا باشمهندس. طب بعد كده هنبدا نجيب المشتقه الاولى اللي هي ص شرطه، دي داله كسريه. يبقى س ناقص 3 تربيع، المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط بصفر يبقى المقام في صفر بصفر، ناقص البسط اللي هو 1 في مشتقة المقام مشتقة السين بواحد، يبقى هي دي كده بس، تمام. طب ما انا عارف ان قيمة المشتقة بتساوي كام؟ بتساوي سالب 1، تمام. يبقى اشيل الصاد الشرطة دي واحط مكانها سالب 1 بيساوي سالب 1
على س ناقص التلاتة الكل تربيع. تمام يا باشمهندس زي الفل. والله السالب واحد ده هيروح مع السالب واحد ده، يعني دي واحد، يبقى البسط بيساوي المقام، فده معناه ان س ناقص تلاتة الكل تربيع بيساوي واحد. لو انا خدت الجذر التربيع هنا والجذر التربيع هنا، يبقى س ناقص تلاتة بتساوي موجب او سالب واحد، خلي بالك ده جذر تربيع. يبقى عندك الاحتمال الاول ان س ناقص تلاتة بتساوي واحد، وادي السالب تلاتة يبقى س باربعة. وعندك الاحتمال الثاني ان س ناقص تلاتة بتساوي سالب واحد، وادي دي بموجب تلاتة، اذا الس بتساوي اتنين. يبقى انت عايز نقطة اولها اربعة او اولها اتنين، كلهم اولهم اربعة اولهم اتنين ما عدا دي، فدي غلط. طيب عوض هنا باربعة، يبقى ص بتساوي واحد على اربعة ناقص تلاتة، يعني واحد على واحد فيها الواحد، يبقى ص بواحد. هل اربعة وواحد موجودة؟ موجودة والله، اللي اختار رقم ج. طب ممكن كان يجيب لي الاتنين، طبعا عوض هنا باتنين، يبقى اتنين ناقص تلاتة سالب واحد، فواحد على سالب واحد بسالب واحد. يبقى انا يا باشمهندس يا اما كان يبقى موجود اربعة وواحد، كان يا اما يبقى موجود اتنين وسالب واحد، ولكن هي الموجودة اربعة وواحد، يبقى هي دي الحل بتاعي. رقم 8 بيقول لي اذا كان د دالة خطية. لازم تعرف يا باشمهندس ان ميل الدالة الخطية دائما ثابت، يعني الميل دايما ثابت. طب ما احنا عارفين ان الميل اللي هو قيمة المشتقة اللي هو س شرطة او د شرطة، يبقى انا الميل ثابت، يعني د شرطة سالب 11 ب17، يبقى د 11 برضه ب17 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. يبقى انا دايما يا باشمهندس الدالة الخطية بتمثل بخط مستقيم، ودايما ميلها بيساوي ثابت. ليه؟ لو انا مثلا فرضت اي دالة خطية وليكن ص بيساوي ا س زائد ب الصورة العامة، لو جيت اشتقها الس شرطة هتبقى عبارة عن الالف، فالالف ده قيمة ثابتة، فعشان كده بنقول ان ميل الدالة الخطية دايما ثابت يا باشمهندس، فهو مهما يغير لي هتفضل ثابتة بالنسبة لي. فده سؤال مهم جدا مع انه بسيط. طيب تعال نكمل يلا يا باشمهندس. بيقول لي معادلة المماس للمنحنى ده عندما س بيساوي واحد، يعني هو عايز يا باشمهندس المرة دي معادلة المماس. تمام، هبدأ يا باشمهندس اجيب قيمة المشتقة بتاعتي اللي هي ص شرطة، هيساوي هنزل الأس يبقى 2 س. هو عايز قيمتها عندما س بيساوي 2، يبقى اقول له عندما س بتساوي 1، معذرة اعوض عن الس بواحد، يبقى اذا الص شرطة بيساوي 2 اللي هي بتساوي الميل. عشان تكون معادلة اي حاجة في الدنيا يا باشمهندس محتاج تبقى عارف نقطة ومحتاج تبقى عارف الميل. تمام، طب ما هو قال لي س بيساوي 1، طب ما تعوض بيها تجيب الصاد، عوض هنا بواحد تربيع بواحد زائد 3 ب4، يبقى اذا الص بتساوي كام؟ 4. يبقى النقطة اللي انت هتعوض بيها هي 1 و4. عشان اكون المعادلة بتبقى ص ناقص على س ناقص بيساوي قيمة الميل اللي هو 2 على 1. ص ناقص الاحداث الصاد يبقى 4، س ناقص الاحداث السين يبقى 1. هنبدأ نضرب مقص ص ناقص 4 في 1 بص ناقص 4، هيساوي 2 في س ب2 س، و2 في سالب 1 بسالب 2. هنبدأ بقى نرتب معادلتنا دي يا باشمهندس. تمام، مفيش مشاكل. هنودي دي الناحية التانية، يبقى ص ناقص 2 س، هنودي السالب 2 بموجب 2، وفي سالب 4 يبقى سالب 2 بيساوي 0. هتبص على الاجابات تقول لي يا باشمهندس دي مش موجوده. بص اعلمك طريقه سهله، انت عندك ص وعندك س وعندك ثابت قيمته 2، خلاص سيبك من السالب او الموجب لان احنا بنبدله. فهنا عندك ص وس دي، لا عندك هنا الثابت ب5، لا يبقى هي يا اما دي يا اما دي، بس انت عندك السين بكام؟ السين المفروض قدامها 2، فدي برضو غلط. طب دي يا باشمهندس مش شبه دي؟ اقول لك لا شبهها، هي الفكره كلها ان هو نقلهم الناحيه الثانيه او ضرب المعادله كلها في سالب 1، يعني دي ممكن اكتبها 2 س ناقص ص موجب 2 بيساوي 0. فانت دايما خليك لماح كده وتعامل بكده، يبقى بالنسبه لي الاختيار رقم د هو الاختيار الصح. رقم 10 بيقول لي عايز معادله المماس برضو لمنحنى الداله ده عند س بيساوي 0. طب ايه رايك نجيب النقطه الاول، لما س بتساوي 0 عوض هنا عند س بصفر يبقى 1 على 0 زائد 1 اللي هو 1، يبقى النقطة اللي أنا أعوض بيها بصفر وواحد. وقيمة المشتقة يا باشمهندس اللي هي س شرطة تعبر عن ميل الخط المستقيم، فأنا هبدأ بقى المقام تربيع، يعني س زائد 1 الكل تربيع على المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط بثابت يبقى ناقص البسط اللي هو 1 في مشتقة المقام اللي هي بواحد يبقى سالب 1. طيب هو عندما س بتساوي كام؟ عندما س بيساوي 0 هنبدأ نعوض هنا عن س بيساوي 0، يبقى الميل بيساوي سالب 1 على 0 زائد 1 تربيع، يعني 1 تربيع، يعني سالب 1 على 1 بسالب 1 بس. خلصت. عشان اكون المعادلة يبقى ص ناقص على س ناقص بيساوي الميل اللي هو سالب 1 على 1، ص ناقص الاحداث الصادي اللي هو 1 على س ناقص 0، س ناقص 0 اللي هي س اضربها في سالب 1 يبقى سالب س،
واحد في اي حاجه بنفسها يبقى دي ص ناقص واحد. تمام. لو وديت السالب واحد الناحيه الثانيه يبقى ص بتساوي واحد بالموجب ناقص س، يبقى ص بتساوي واحد ناقص س اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ا، ودي جاهزه اهو. خلي بالك ان انت كنت ممكن تودي دول الناحيه الثانيه فانت ظبط معادلتك عادي جدا، يعني كان ممكن تطلع لي ازاي كنت وديت السالب س هنا، يبقى ص زائد س ناقص واحد بيساوي صفر. هبص مش موجودة، عادي هبدأ أنوع بقى، أنقل ده الناحية التانية وأنقل ده وهكذا لحد ما أوصل للشكل اللي موجود في الإجابة. رقم 11 بيقول لي عايز منك معادلة المماس عندما س بتساوي باي على 4. اتفقنا، طالما عايز معادلة تعالى نعوض بالنقطة ونجيبها ونريح دماغنا. يبقى س هتبقى بالنسبة لي باي على الأربعة واحد، تعالى نعوض بقى، هيبقى ظا باي على الأربعة يعني ظا 45 بواحد، زائد جا 2 س. طبعا 2 في باي على 4 تديك 2 في باي على 4 يعني باي على 2 يعني جا 90 برضو بواحد، يبقى ب 2، يبقى الصاد ب 2، يبقى النقطة اللي هنعوض بيها باي على 4 وال 2. هنبدأ نجيب قيمة المشتقة اللي هي بتعبر عن الميل. مشتقة الظا بقا تربيع نفس الزاوية، ومشتقة الجا بجتا ولكن اشتق الزاوية الأول ب 2، ومشتقة الجا بجتا نفس الزاوية. طبعا هو عايز القيمة دي عند س بتساوي كام؟ باي على 4، يبقى تساوي القاء اللي هي مقلوب الجتا، جتا باي على 4 بواحد على جذر 2، مقلوبها جذر 2 يبقى دي عباره عن جذر 2 تربيع، زائد جتا 2 س يعني جتا 90. هي جتا 90 بكام يا باشمهندس؟ والله جتا 90 بالنسبه لنا بكام؟ بصفر صح؟ جتا 90 بصفر. تمام، يبقى الجزء ده اصلا بكام؟ بصفر. يبقى هي جذر 2 تربيع اللي هي هتبقى عباره عن ال 2. يبقى انا بالنسبه لي الميل طلع بكام يا باشمهندس؟ طلع معايا ب 2. كلام خلاص، معاك النقطه ومعاك الميل، يبقى ص ناقص على س ناقص بيساوي قيمه الميل اللي هو 2 على 1. ص ناقص الاحداث الصادي اللي هو 2 على س ناقص باي على ال 4. هنبدا نضرب مقص، 1 في ص ناقص 2 بص ناقص 2 هتساوي 2 في س ب 2 س، و2 في سالب باي على 4 يعني سالب باي على ال 2. نبدا نضرب المعادله كلها في 2 عشان نخلص من الاثنين دي، يبقى 2 ص ناقص 4 بيساوي 4 س ناقص باي. هنبدا بقى نودي دي الناحيه الثانيه، يبقى 2 ص ناقص 4 س، ونودي السالب باي هتبقى بموجب باي، وهنودي السالب 4 هنا يعني موجب 4. يبقى 2 ص ناقص 4 س موجب باي بيساوي 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د يا باشمهندس. تمام كده. اللي بعده بيقول لي منحنى الدالة ده اهو له مماس افقي عند س بيساوي ايه؟ طالما له مماس افقي يا باشمهندس يبقى انا بالنسبة لي ان الميل بيساوي صفر، لان ميل المستقيم الافقي بيساوي صفر لو انا معايا منحنى كده، وده المماس الافقي، فالمماس ده بيوازي محور مين؟ بيوازي محور السينات، ومعادلة المستقيم اللي بيوازي محور السينات هي ان هو الميل بتاعه بيساوي صفر. يبقى انا هبدأ اجيب قيمة المشتقة اللي هي ص شرطة يساوي، هضرب التلاتة في التلت بواحد وأقلل الأس واحد يبقى 2، ناقص 2 هنزلها وأقلل الأس واحد يبقى س واحد. المفروض إن قيمة المشتقة دي بتساوي صفر يا باشمهندس، لأن الميل بيساوي صفر، ما المشتقة هي الميل. هبدأ آخد السين عامل مشترك، يفضل لي س ناقص 2 بيساوي صفر. يبقى الاحتمال الأول إن س بيساوي صفر، أو إن س ناقص 2 بيساوي صفر، هبدل الإشارة، يبقى إذا الس تساوي 2. يبقى هي الس بصفر أو 2 اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم د يا باشمهندس. تمام كده، سهله سهل. رقم 13 يا باشمهندس بيقول لي المماس لمنحنى الداله ده اهو عند س بيساوي صفر بيساوي كام يا باشمهندس؟ تمام. انا دلوقتي يا باشمهندس معايا هو عايز المماس، يعني انا بالنسبه لي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي قيمه المشتق. فهبدا كده يا باشمهندس نبدا نشتق، وتعالى كده نشوف الدنيا فيها ايه. هشتق دي الاول هظبطها يا باشمهندس، يعني ص هتساوي ادي السين وهنخليها اس تلت. تمام كده، تمام. يبقى ص شرطه هيساوي هنزل الاس اللي هو تلت، تمام، وهقلل من الاس واحد يبقى سين اس سالب 2 على 3. ما هو واحد تلت ناقص واحد يبقى سالب 2 على 3. تعال نظبط دي شويه، يبقى ادي واحد والتلاته في المقام، وادي الجذر، طبعا ده اللي جوه على اللي بره، تمام، يعني ده هتبقى سين تربيع وده هيبقى الجذر التكعيبي لسين تربيع. فدي كده في ابسط ايه؟ في ابسط صوره. المفروض ان هو بيقول لك يا باشمهندس عايز المماس للمنحنى ده اهو عندما س بتساوي صفر. تمام، طب ما هي دي ص شرطة عوض عن السين بصفر، يبقى ص شرطة بيساوي هيبقى واحد على، طبعا هيبقى الجذر التكعيبي لصفر بصفر. واحد على صفر يا باشمهندس يبقى انا بالنسبه لي غير معرف، ومين يا باشمهندس اللي ميله غير معرف؟ هو محور الصادات. يبقى بالنسبه لي الاختيار رقم ب
هو الاختيار الصح يا باشمهندس. تمام، الميل غير معرف يبقى محور الصداقه. تمام، طب انا يا باشمهندس لو عايز اتاكد برضو عادي، لو انت عوضت عن السين بصفر هنا هتطلع الصاد بصفر، يبقى النقطه صفر وصفر. يبقى انا بالنسبه لي س صاد ناقص على س ناقص بيساوي الميل اللي هو 1 على 0. صاد ناقص 0 على س ناقص 0، لو ضربت مقص 0 في اي حاجه بصفر يبقى هنا الصفر بيساوي س في 1 ب س، س بيساوي صفر، دي معادله محور الصادات يا باشمهندس. تمام، يبقى من هنا او من هنا الاثنين صح بالنسبه لي. السؤال اللي بعد رقم 14 بيقول لي اذا كانت معادله العمودي، خلي بالك معادله العمودي للمنحنى عند النقطه ده هي س ناقص 2 ص بيساوي 4. طيب هبدا يا باشمهندس الاول اجيب معادله المستقيم اللي هو عطوه لي، اللي هو يعتبر معادله العمودي. خلي بالك هيبدا سالب معامل س، يعني سالب 1 على معامل ص اللي هو سالب 2، يعني بالنسبة لي بيساوي كام؟ بيساوي 1 على الاثنين. يبقى ميل المماس هشقلب الواحد على الاثنين يبقى 2 على 1 اللي هي 2، اغير الشريطة يبقى سالب 2. يبقى المماس يا باشمهندس بالنسبة لي ميله سالب 2. ما هو الميل يا باشمهندس ده اللي هو قيمة المشتقة. طب هو عايز ضل شرطة 2، ما هي ضل شرطة 2 يعني هي يا باشمهندس بتعبر عن قيمة المشتقة الأولى عند النقطة اللي هي ب 2. طب ما هو عوّر عن 2 ب 2. طب ما هو ميل المماس هو قيمة المشتقة، يبقى قيمة المشتقة بتساوي كام؟ بتساوي سالب 2 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب يا باشمهندس. تمام كده؟ اللي بعده بيقول لي في رقم 15 إذا كان المماس للمنحنى ده عند النقطة دي الواقعة عليه يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها كذا. طب ما أنا عارف إن الميل بيساوي ظا الزاوية، يعني ظا 45 بيساوي 1. طيب ما هو الميل ده اللي هو قيمة المشتقة، طب ما تيجي كده نجيب الصاد شرطة نشتق، هننزل الاثنين نضربها في الالف يبقى 2 الف، واقلل من الاس 1 يبقى س، زائد هنا طبعا س من الدرجه الاولى يبقى المعامل بتاعها بس. المشتقه دي يا باشمهندس بتساوي 1 عندما س بتساوي الاحداث الس اللي هو سالب 1. لما اعوض عن الس بسالب 1 يبقى سالب 1 في 2 الف بسالب 2 الف زائد ب. يبقى دي اول معادله يا باشمهندس اللي هي ب ناقص 2 الف، انا رتبتها بس بتساوي 1. طيب عشان احل معادله في مجهولين محتاج معادلتين، تمام؟ لازم ان عدد المعادلات بيساوي عدد المجاهيل، تمام؟ طب اجيب المعادله الثانيه ازاي؟ مش النقطه دي واقعه على المنحنى؟ يعني بتحقق معادلته. طب ما تعوض، شيل الدال س اللي هي ص وحط 3 هتساوي، شيل الس وحط سالب 1، سالب 1 تربيع ب 1 في الف ب الف، وهنا سالب 1 في ب بسالب ب زائد 5. تعالى نرتبها بقى يا باشمهندس، يبقى الف ناقص ب، هودي الخمسة الناحية التانية، يبقى 3 ناقص 5 بيساوي كام؟ بيساوي سالب 2. كلام عظيم، كلام زي الفل والله يا باشمهندس. هنبدأ نحل المعادلتين دول، ممكن نجمعهم، الباء هتروح مع السالب ب، سالب 2 أ وموجب أ تفضل لك سالب أ، هيساوي 1 وسالب 2 بسالب 1، شيل السالب مع السالب، يبقى إذا قيمة الألف بواحد. عوض في أي معادلة، تعالى نعوض هنا، يبقى 1 ناقص ب بيساوي سالب 2، ودي السالب ب هنا تبقى موجب ب، وهاتي السالب 2 هنا يبقى الباء ب 3. يبقى الالف بواحد والباء بتلاته، يبقى الف زائد باء 1 زائد 2 1 زائد 3 اللي هو 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. رقم 16 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان ميل المماس للمنحنى ده عند نقطه الاصل، نقطه الاصل اللي هو صفر بصفر، يبقى هو عبر بصفر يساوي 6، تمام؟ والنقطه دي تقع على المنحنى فان المعادله شبه اللي فاتت بالظبط. هنبدا يا باشمهندس نجيب الصاد شرط، هيساوي هنزل الأس أضربه في الألف يبقى 2 ألف، وأقلل من السين 1، زائد معامل السين هنا اللي هو هيبقى 2 باء، تمام؟ دي المشتقة. بس هو قال لي إن الميل بيساوي 6، يعني قيمة المشتقة دي بتساوي 6 عند نقطة الأصل، يعني لما س بصفر، فدي هتروح طبعًا لأن س بصفر يبقى تساوي 2 باء. هقسم على الاتنين يبقى إذًا الباء بتساوي 3. يبقى أنا وصلت إن باء بتساوي 3 يا باشمهندس، تمام؟ طب أنا عايز معادلة تانية أجيب منها قيمة الألف، ما هي النقطة دي تقع على المنحنى يعني بتحقق معادلته، تمام؟ يبقى اشيل الصاد واحط سالب 3، واشيل السين واحط سالب 1، يبقى أ في سالب 1 تربيع ب 1، وأ في 1 بأ. خلي بالك احنا جبنا الباء ب 3، يبقى دي كأنها 6 س، 6 في سالب 1 بسالب 6، ودي السالب 6 يبقى الأ بيساوي 6 وناقص 3 يبقى موجب 3، يبقى الأ ب 3 والباء ب 3، فهو بيقول لي أ زائد باء يبقى 3 زائد 3 بيساوي 6 اللي هو الاختيار رقم ج. رقم 17 بيقول لي إذا كانت ص هي معادلة المنحنى يمر بالنقطة ده وميل المماس له عند النقطة بيساوي 2، فإن ب ناقص أ، نفس الفكرة بتاعت الأسئلة اللي فاتت.
المشتقة اللي هي الميل، وجايب لك قيمة الميل عند النقطة ده اهي، يعني اما تاخد السين بواحد. يبقى انت اول حاجة هتعمل ايه يا باشمهندس؟ هتبدأ تجيب المشتقة، يبقى ص شرطة هيساوي المقام تربيع، يعني أ زائد باء س الكل تربيع. المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط بصفر خلاص، ناقص البسط اللي هو واحد في مشتقة المقام، خلي بالك هنا اللي هي باء. يبقى قيمة المشتقة بتساوي سالب باء على أ زائد باء س الكل تربيع. هو قال لك إن قيمة المشتقة اللي هي ميل المماس بيساوي 2 عند النقطة دي، يعني عوّر عن س بواحد. يبقى سالب باء على أ زائد س بواحد، يبقى أ زائد باء الكل تربيع بيساوي موجب 2. طب ما تيجي كده نجيب المعادلة التانية، مش هو المنحنى بيمر بالنقطة دي؟ يبقى بيتحقق، هشيل الصاد وأحط سالب واحد بتساوي واحد على أ زائد، هشيل السين وأحط واحد، يبقى أ زائد باء. طب ما كده معنى كلامك لو أنا قسمت ده على ده، يعني أ زائد باء على واحد هتساوي ده على ده، مقام على مقام، بسط على بسط، يبقى واحد على سالب واحد بسالب واحد. طب ما هي أ زائد باء أهي، طب ما تشيلها، يبقى سالب باء على أ زائد باء بسالب واحد، سالب واحد تربيع بواحد، يبقى هيساوي موجب 2. لو ضربنا مقص يبقى سالب باء بيساوي 2، انقل السالب يبقى الباء بتساوي سالب 2. يبقى أنا وصلت إن الباء بتساوي سالب 2، هنعوض بقى في أي معادلة، تعالى نعوض هنا أهو، اللي هي أ زائد باء بيساوي سالب واحد، يبقى أ هشيل الباء وأحط سالب 2 بيساوي سالب واحد، انقل دي، إذا الأ بيساوي واحد. يبقى الأ بواحد والباء بسالب 2، فهو بيقول لي باء يعني سالب 2 ناقص أ، سالب 2 ناقص 1 يعني سالب 3، اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم باء يا باشمهندس. مفهومه كده؟ مفهومه ان شاء الله. تعالى نشوف الجزء اللي بعده. رقم 18 عايز منه قياس الزاويه، اجيب الميل وشفت تاني الزاويه بس، لان احنا عارفين ان الميل بيساوي ايه؟ بيساوي ظا الزاويه الموجبه التي يصنعها محور السنة الموجب. ماشي، بيقول لي ان المنحنى بتاعه اهو، تعالى نظبطه يا باشمهندس، يبقى ص، تعالى نودي دي الناحيه الثانيه، يبقى سالب جا 2 س، يبقى ص شرطه بيساوي ادي السالب ومشتقه الزاويه ب2 ومشتقه الجا بجتها نفس الزاويه، يبقى دي ص شرطه. هو عايز عند النقطه دي، يعني عند السين بكام؟ بباي على 3. يبقى ص شرطه بيساوي سالب 2 في جتا 2 في باي على 3. 2 باي على 3 اللي هي 120، وجتا 120 بسالب نص، يبقى دي سالب 2 في سالب 1 على 2، سالب في سالب وموجب، الاثنين مع الاثنين يبقى بواحد. يبقى الميل اللي هو قيمة المشتقة بواحد، الزاوية اللي بتاعها بواحد 45، يبقى الزاوية 45، أو على الآلة تعمل شيفت تان واحد هتطلع لك ب 45، اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم باء يا باشمهندس. تمام كده؟ اللي بعده بيقول لي ميل المماس عند النقطة دي، خلاص ده كلام مباشر جدا وسهل جدا جدا يعني. طيب دي بالنسبة لي أس 3، فهنكتبها كده، ص بتساوي س أس 2 زائد س زائد 2، الأس اللي جوه 1 على الأس اللي بره اللي هو 3. طيب هنبدأ نشتق يا باشمهندس، يبقى ص شرطة بيساوي هنزل الأس في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة الس تربيع ب 2 س زائد مشتقة الس بواحد، وبعد كده أكتب دي وأقلل من الأس 1، يبقى تلت ناقص 1 يبقى سالب 2 على 3. عند النقطة دي يعني س بكام؟ ب 2، يبقى يساوي تلت في 2 في 2 ب 4 زائد 1 يبقى 5، في 2 أس 2 ب 4 زائد 2 6 زائد 2 يبقى 8 أس سالب 2 على 3. تمام يا باشمهندس؟ هنبدأ نحسب دي بقى خلاص، ويبقى الموضوع خلص بالنسبة لنا. يبقى 5 في 8 أس سالب 2 على 3، الكلام ده هو مضروب في تلت، تطلع ب 5 على 12، 5 على 12 اللي هو الاختيار رقم ايه يا باشمهندس؟ رقم د، بس كده. رقم 20 بيقول لي ميل العمودي، يبقى هنجيب ميل المماس ونشقلبه ونغير اشارته، تمام؟ هنبدا نجيب ص شرطه، طبعا حاصل ضرب دالتين، هنثبت الاول في مشتقة الثاني، مشتقة السين تكعيب هتبقى 3 س تربيع، زائد الثاني اللي هو س تكعيب زائد 2 في مشتقة الاول اللي هو بواحد، عايز الكلام ده عند س بيساوي 1. طبعا واحد ناقص واحد هيبقى صفر، فده هيطير، هيساوي واحد تكعيب بواحد زائد اتنين يبقى تلاتة. يبقى ص شرطة اللي هو ميل المماس بيساوي تلاتة، يبقى العمودي دي تلاتة على واحد، لما شقلبها تبقى واحد على تلاتة، أغير إشارة يبقى سالب تلت، يبقى الإجابة بتاعتي سالب تلت اللي هو الاختيار رقم أ. رقم 21 قياس الزاوية، يبقى أجيب الميل وآخد شيفت تاني الزاوية، خلاص بقى سهل، هبدأ أجيب ص شرطة، طبعا ده جذر تربيعي، يبقى هنا سيبها واحد على اتنين من الجذر في
في مشتقة ما بداخل الجذر، 2 في 2 يبقى 4 س. هو عايز عندما س بتساوي، ياخد الإحداث السيني بسالب 3، أعوض يبقى ص شرطة بيساوي 4 في سالب 3 بسالب 12 على سالب 3 تربيع ب9 في 2 ب18 و7 25، جذر 25 5 في 2 ب10. طيب على 2 يبقى سالب 6، يبقى سالب 6 على 5. طيب هبدأ أعمل إيه يا باشمهندس؟ بص بقى معايا، شفت تاني الزاوية سالب 6 على 5، هيطلع لي زاوية سالبة أزود عليها 180، يبقى دي الزاوية بتاعتي 129 48 اللي هو الاختيار رقم ج. وانت بتجيب المية يا باشمهندس زي ما علمت كده في اولى ثانوي، لو هي سالبه بتزود 180، لو هي موجبه بتطرح. او واحد تاني هيقول لي انا هعمل شيفت تاني 6 على 5، هجيب الزاويه الموجبه، وطالما هي سالبه يبقى زاويه منفرجه، اقول 180 ناقص الزاويه الموجبه، هتطلع نفس الناتج برضو. تمام، ولكن لو هي طلعت لك سالبه زود 180، طلعت لك موجبه اطرح وريح دماغك. تمام كده، تمام. اللي بعده بيقول لي معادله العمود على المنحنى. خلي بالك، هنبدأ نجيب ميل المماس ونجيب نقطة بتمر ونجيب العمودي ونكون المعادلة، خلي بالك عشان ما تغلطش. تمام كده، تمام. أول حاجة يا باشمهندس هشتق، يبقى ص شرطة بيساوي مشتقة الظا بقا تربيع س، طبعا هو عايزها عند باي على 4، تمام. يبقى ص شرطة بيساوي اللي هي الميل يا باشمهندس هيساوي إيه؟ لما أعوض يا باشمهندس بالنسبة لي القا مقلوب الجتا، وجتا 45 بواحد على جذر 2، مقلوب الواحد على جذر 2 بجذر 2، جذر 2 تربيع ب2، يبقى الميل بيساوي كام؟ 2. يبقى ميل العمودي لانه عايز معادله العمودي دي 2 على 1، لما شقلبها تبقى نص اغير اشارتها يبقى سالب نص. طيب مش انت معاك الميل ومعاك نقطه بيمر بيها؟ خلاص تمام، يبقى ص ناقص على س ناقص بيساوي الميل اللي هو سالب نص، خلي بالك من العمودي دي، يبقى ص ناقص الاحداث الصاد اللي هو 1، وس ناقص ايه؟ باي على ال4. هنبدا نضرب مقص، يبقى ص ناقص 1 في 2 يبقى 2 ص ناقص 2 هيساوي سالب 1 في س بسالب س، وسالب في سالب بموجب باي على ال4. هننقل دي الناحية التانية، يبقى 2 ص موجب س، هنودي السالب 2 الناحية التانية بيبقى بيساوي 2 زائد باي على ال4. هنبدأ نضرب يا باشمهندس المعادلة كلها في 4، تمام كده؟ تمام. يبقى دي بالنسبة لي هتبقى 8 ص زائد 4 س هيساوي 2 في 4 ب 8 زائد باي، يبقى دي المعادلة. 8 ص زائد 4 س بيساوي باي على زائد 8 او باي ايه، او 8 زائد باي اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب اللي هو الاختيار الصح. رقم 23 يا باشمهندس بيقول لي النقط الواقعه على المنحنى والتي عندها ميل المماس يساوي الاحداث السيني للنقطه يا باشمهندس هي ايه؟ تمام. طيب هنبدا نشتق عادي جدا يا باشمهندس، يبقى الص شرطه بيساوي هنزل الاس يبقى 2 س. تمام، هنفرض النقطه، بفرض النقطة بتاعتنا وليكن س واحد ص واحد، تمام. ليه س واحد؟ لأن أنا عندي هنا س فأنا حبيت أغيرها بس، تمام. أو س شرطة أو ص شرطة مش هتفرق، تمام. طب ما أنا عارف يا باشمهندس إن الميل هو الص شرطة، لما بعوّر عن الس يعني الص شرطة هتساوي 2 س واحد، تمام كده؟ تمام يا باشمهندس، شلت الس وعوّضت بيها، تمام يا باشمهندس. طيب أنا كده وصلت إن الص شرطة بتساوي 2 س واحد، بس هو قال لي ميل المماس بيساوي الاحداث السيني. غلط كده على فكره. ليه؟ لان هو قال لي ميل المماس بيساوي الاحداث السيني، يعني ميل المماس اللي هو ص شرطه بيساوي الاحداث السيني بتاع النقطه اللي هو س واحد. كلام عظيم، كلام عظيم. طب ما تيجي نكتب النقطه بقى، يبقى النقطه اللي بيمر بيها او الواقعه هشيل الس واحد واحط ص شرطه، يبقى كانها ص شرطه وص واحد، تمام يا باشمهندس زي الفل. طب ما انا لسه جايب ان ص شرطه بتساوي 2 س، تمام. يبقى انا بالنسبه لي ص شرطه هيساوي 2 من السين، طب ما هي السين هي ص شرطة، يبقى عبارة عن 2 ص شرطة، تمام. ودي دي الناحية التانية، يبقى 2 ص شرطة ناقص ص شرطة بيساوي 0. 2 ص شرطة ناقص ص شرطة يبقى ص شرطة بتساوي كام؟ ص شرطة بتساوي 0. طب ما هي ص شرطة اللي هي س واحد، يبقى دي 0 وحاجة، يبقى بالنسبة لي النقطة 0 وحاجة. طيب يا باشمهندس 0 وحاجة، عوّر عن السين بصفر هنا، عوّر عن السين بصفر السين هتطلع بصفر، يبقى النقطة هي 0 وصفر. صفر وصفر اللي هو الاختيار رقم كام بقى؟ رقم د، تمام كده؟ تمام. يا رب تكون فاهم. رقم 24 بيقول لي النقطة الواقعة على المنحنى ده والتي عندها المماس للمنحنى بيصنع زاوية باي على 4. طيب هبدأ أجيب الميل بيساوي ظا الزاوية يعني ظا 45 اللي هي بموجب 1. هبدأ أجيب المشتقة، يبقى ص شرطة بتساوي هنزل الأس يبقى 3 وأقلل منه 1 يبقى 3 س تربيع ناقص 2. طب ما انا عارف ان الميل هو قيمه المشتقه، هبدا اعوض بيها، يبقى الاثنين بتساوي 3 س تربيع
ناقص 2. تمام كده يا باشمهندس؟ الميل بواحد، معذرة، الميل بواحد. هودي السالب 2 يبقى موجب 2 و1 يبقى 3 بتساوي 3 سنت تربيع. شيل دي مع دي يبقى سنت تربيع بتساوي 1. خد الجذر هنا والجذر هنا، يبقى السين بتساوي موجب او سالب 1. يبقى انت عايز النقط اللي فيها موجب او سالب 1. طبعا اول واحده دي اكيد ما تنفعش، ودي ما تنفعش. هنا بواحد وصفر، وهنا سالب 1 و2، وهنا واحد وسالب 1. ماشي، ابدا اعوض باي نقطه بقى. تعال نعوض بواحد مثلا. لما اعوض هنا عن السين بواحد يبقى صاد بتساوي 1 تكعيب بواحد، ناقص 2 في 1 ب 2 زائد 1. 1 زائد 1 يبقى 2، 2 ناقص 2 0. يبقى لما عوضت بواحد طلع بصفر، يبقى الواحد معاه صفر. خلاص مش محتاج اكمل، لان الواحد محتاج معاه صفر، ولو عوضت بسالب 1 اكيد هتطلع ب 2. عايز تتاكد؟ تعال، سالب 1 تكعيب بسالب 1، سالب 1 في سالب 2 بموجب 2 زائد 1، ده هو يروح مع ده يبقى الصاد ب 2، سالب 1 و2، فهمت؟ فانت خليك لماح كده، ايه، والقط مسالتك من بدري بدري. رقم 25 بيقول لي النقط الواقعه على المنحنى ده والتي عندها المماس يكون عمودي على المستقيم ده يا باشمهندس. تمام، تعالى نظبط المعادله دي، نخلي السين والصاد في طرف، يبقى سين اودي السالب 5 صاد يبقى موجب 5 صاد بيساوي 1، يبقى الميل بيساوي سالب معامل سين، يعني سالب 1 على معامل صاد اللي هو 5. في ناس تانية بتقول لك لو السين في طرف والصاد في طرف يبقى الميل معامل سين على معامل صاد، يعني 1 على سالب 5 اللي هي سالب 5. صح جدا، بس انت واحد طريقه انت بتشتغل عليها. خلي بالك ان هو قال لك عمودي، يبقى انا ده بالنسبه لي ميل المين العمودي. تعالى بقى نجيب ميل المماس، هشقلب واغير الاشاره يبقى موجب 5. تمام، يبقى انا كده عرفت ان قيمه المشتقه اللي هي الميل ب 5. هبدا اجيب الصاد شرطه، هتساوي هشتق 3 في 2 يبقى 6 س تربيع، ومشتقة السالب س بسالب 1. قيمه المشتقه دي ب 5، هشيل الصاد شرطه واحط 5، هتساوي 6 س تربيع ناقص 1. هودي للناحيه الثانيه يبقى 6 س تربيع بيساوي 6، شيل ال 6 مع ال 6 يبقى س تربيع بيساوي 1. يبقى السين بتساوي موجب او سالب 1. خدت الجذر هنا والجذر هنا. يبقى انا عايز نقط اولها موجب او سالب 1. لو انت لمح مفيش هنا واحد وسالب 1 الا في دال اصلا، يبقى هي دال. طب انا عايز اوصل للنقط، عادي اعوض عن السين بواحد هنا، يبقى 2 في 1 تكعيب ب 2 ناقص 1 ب 1، 1 زائد 3 4 يبقى الواحد معاه 4. طب اعوض بسالب 1، سالب 1 تكعيب بسالب 1 في 2 بسالب 2، وسالب 1 في سالب 1 ب 1، وهنا جبنا سالب 2 يبقى سالب 3، صح ولا ايه؟ احنا لخبطنا. تعال نعوض، 2 في سالب 1 تكعيب بسالب 2، سالب 1 في سالب 1 بموجب 1 زائد 3، 3 و 1 4 ناقص 2 2 يبقى سالب 1 و2. فهمت؟ خلاص اللي بعده. رقم 26 بيقول لي النقطة التي تقع على المنحنى والتي عندها دال ص على دال س بيساوي دال ص دال س. لو انت ملاحظ هو اشتق مرة بالنسبة لص والتانية بالنسبة لس. طبعا دي اللي هي بالنسبه لسين، لان اشتق بالنسبه له بيبقى في المقام. طيب عشان اشتق اقول له بص المنحنى بتاعه اهو، هقول له اول مره انا والله هشتق بالنسبه لسين. تمام، فاشتق دي تديني 2 ص. خلي بالك انت بتشتق بالنسبه لسين، يبقى دال ص دال س بيساوي 8 لان بشتق بالنسبه لسين. تمام، يبقى دال ص دال س هقسم الطرفين على 2 ص، يبقى 8 على 2 ص على 2 فال 1 على 2 فال 4 يبقى 4 على ص. ماشي، طيب نفس المعادلة ص تربيع بيساوي 8 س، أنا هشتق المرة التانية بالنسبة لص اللي هي دي. بشتق بالنسبة لص يبقى دي 2 ص ومش هكتب حاجة. هتساوي 8 وأكتب هنا بقى دال س دال ص. ليه؟ لأن أنا بشتق بالنسبة لص، يبقى دال س دال ص بيساوي هقسم على 8 يبقى 2 ص على 8 على 2 فال 1 على 2 فال 4. هو عايز القيم لما دي تساوي دي، يعني 4 على ص تساوي دي اللي هي ص على 4. هضرب مقص، يبقى ص في ص بص تربيع بيساوي 4 في 4 ب 16. هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر يروح الاس، يبقى ص بتساوي موجب او سالب 4. يبقى انت عايز النقط اللي فيها موجب او سالب 4 في الاحداث الصادي. هنا 4 و4، هنا 4 وسالب 4، وهنا 4 وسالب 4. فيبقى هي بالنسبه لي يا باشمهندس دي غلط ودي غلط، لان الاحداث الصادي مش كده. طب اجيبها ازاي؟ عوض عن الص ب 4، عوض عن الص ب 4 يبقى 4 تربيع ب 16 بيساوي 8 س، نقسم على 8 يبقى س بيساوي 2، يبقى النقطة 2 و4. تمام؟ هنا سالب 2 و4، لا خلاص يبقى يلا اختيار رقم بقى مش محتاج أكمل. تمام؟ طب لو عوضت بسالب 2، ما خلي بالك لو عوضت بسالب سالب 4 تربيع ب 16 هتساوي برضه 8 س، يعني الس برضه هتطلع بكام؟ ب 2، يعني 2 وسالب 4 و2 و4 اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم ب يا باشمهندس، مفهومة كده؟ تمام؟ اللي بعده. رقم 27 بيقول لي إذا كان المستقيم ده يمس منحنى الدالة ده عند النقطة ب و ج،
بص يا باشمهندس، هو طالما بيمسوا يبقى هو بالنسبة لي هما مشتركين في نقطة التماس. تمام. فهبدأ أجيب ميل المستقيم بتاعي اللي هو ده، هو بيساوي سالب معامل س، يعني سالب 4 مجرد إشارتها يبقى 4 على معامل ص اللي هو 2، 4 على 2 فيها ال 2. تمام. طب ما أنا عارف إن المشتقة هي الميل، طب ما تجيب لي كده ميل المنحنى ص الشرطة بتاعة المنحنى هتساوي نزل الأس وقلل س 1. طب ما ص الشرطة اللي هي الميل، يبقى ال 2 س بيساوي كام؟ ال 2. اقسم على الاثنين يبقى السين بكام؟ بسين بواحد. يبقى انا كده وصلت ان سين بواحد. خلي بالك ان دي نقطة التماس. بص انا كأن المنحنى اهو وده كده المستقيم، انا جبت ان هو بيمسه عند سين بيساوي واحد، يبقى بالنسبة لي الاحداث السيني بواحد. طب ما هو بيقولك بيمسه عند النقطة باء وجيم، يبقى اكيد الباء دي بكام؟ اكيد الباء دي بواحد. تمام. عوض بقى هنا عن السين بواحد، يبقى واحد زائد واحد تربيع بواحد زائد واحد اتنين، يبقى الصب اتنين، يبقى الجيم ده بكام؟ باتنين. يبقى خلاص هو بيمس عند واحد واتنين. ما هي واحد واتنين بتحقق المعادلة، عوض فوق شيل الصاد وحط اتنين، يبقى اتنين في اتنين باربعة، ناقص اربعة في س يعني اربعة في واحد باربعة، زائد الف بيساوي صفر، اربعة ناقص اربعة صفر، يبقى الالف بصفر. خلاص الالف بصفر والبه بواحد والجيم باتنين، لو جمعت التلاتة يبقى واحد زائد اتنين بموجب تلاتة اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم جيم يا باشمهندس، رقم 28. بيقول لي اذا كان الماس المنحنى يصنع زاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور السنان. زاوية منفرجة يعني الميل أو المشتقة الاتنين هيكونوا أقل من الصفر. ليه؟ ما هي لو زاوية حادة بيبقى موجب، لو زاوية منفرجة بيبقى سالب يعني أقل من الصفر. فأبدأ أجيب الصاد شرطة وأقول أقل إن هي صفر. طيب صاد شرطة هتساوي هنزل الأس يبقى 3 س تربيع ناقص 2 في 3 يبقى 6 س. طبعا دي 3 س تربيع ناقص 6 س أقل من الصفر. دي متباينة درجة تانية، متباينة درجة تانية من أولى ثانوي كنا بنحللها. يبقى هاخد التلاتة س عامل مشترك، يفضل لي س ناقص اتنين أقل من الصفر. أطلع الأصفار من هنا إن س بيساوي صفر، ومن هنا إن س بيساوي موجب اتنين. كنت بعمل بحث إشارة، طالما في عندي مجهولين أو جذرين يعني هنا صفر وهنا اتنين، كنا بنقول مثل عكس مثل. مثل إشارة س تربيع، س تربيع هنا موجبة، يبقى ده موجب وده سالب وده موجب. بس خلي بالك المتباينة أنت عايز تحلها أقل من الصفر، يعني الجزء السالب. خلي بالك ان الاثنين دول بيخلوها لك بصفر، فالصفر مش سالب، يبقى هو عايز اللي ما بينهم، يبقى من الصفر مفتوح لحد الاثنين مفتوح، من صفر مفتوح لاثنين مفتوح اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم باء يا باشمهندس، هو يبقى الاختيار الصح بتاعنا. تمام كده؟ تمام. رقم 29 بيقول لي اذا كان ميل الممس للمنحنى ده عند النقطه بيساوي سالب واحد، بيساوي سالب واحد عند النقطه. خلاص ده سهله جدا. ازاي؟ هجيب الصاد شرطه هيساوي، هتبقى 2 س زائد الالف. تمام كده يا باشمهندس؟ زي الفل. هو قال لك ان الميل بيساوي سالب واحد، ما هو الميل اللي هو المشتقه، يبقى سالب واحد بيساوي عند النقطه ده اهي. طب ما السين ب 2 عوض عن السين ب 2، يبقى 2 في 2 ب 4 زائد الالف. ودي للناحيه الثانيه، يبقى الالف بيساوي سالب واحد وسالب 4، يبقى الالف بسالب 5. يبقى انا كده جبت الالف. تمام يا باشمهندس؟ طيب ماشي. مش انا بالنسبه لي النقطه ده هي بتحقق المعادله؟ ايوه. هشيل الصاد واحط سالب 2 هتساوي، هشيل السين واحط 2، 2 تربيع ب 4. خلي بالك انت جبت الالف بسالب 5 وهتضربها في السين ب 2، يعني سالب 10 زائد الباء. خلصت. 4 ناقص 10 سالب 6، وديها الناحيه الثانيه يبقى موجب 6، 6 ناقص 2 يبقى 4، يبقى الباء بكام؟ يبقى الباء ب 4. لما تضرب الالف في الباء يبقى سالب 5 في 4 بسالب 20 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم باء يا باشمهندس. رقم 30 بيقول لي المماس للمنحنى ده اهو عند س بيساوي 2 يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه موجبه قياسها ايه؟ هتبدا تجيب الميل، والميل اللي هو المشتقه، المشتقه ص شرطه بيساوي مشتقه الجتا بسالب ج نفس الزاويه، هو عايزها عند س تساوي باي على الاثنين اللي هي 90، يبقى دي سالب ج 90، ج 90 بواحد يعني بسالب واحد. طالما المشتقه هي الميل، طب ما هو الميل بيساوي ظا الزاويه، يبقى ايه الزاويه اللي الظا بتاعها بسالب واحد؟ هي الزاويه 135. عشان تحولها للتقدير الدائري يبقى 135 في باي على 180، هنا على 45 فال 3 على 45 فال 4، يبقى 3 باي على 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د يا باشمهندس. تمام كده؟ اللي بعده. رقم 31 بيقول لي الممس للمنحنى عند النقطه ده يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة ظلها قد إيه؟ سهلة برضو. خلاص والله نفس الفكرة بتتكرر. هنبدأ نجيب المشتقة اللي هي تعبر عن الميل، هنزل الأس في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو 3، واكتب القوس زي ما هو وأقلل الأس 1، يعني عبارة عن 9
في 3 س ناقص 5 لكل تربيع. طبعا هو بيقول لي عند النقطة 2 و 1 يعني السينات بتاعتها ب 2، عوض بقى يبقى س شرطة بيساوي 9 في 3 في 2 ب 6 ناقص 5 1، 1 تربيع ب 1 يعني 9 في 1 ب 9. خلي بالك إن الميل بيساوي ظا الزاوية بيساوي 9، فهو بيقول لي موجبة ظلها 9، ما هو بيقول لك الميل هو ظل الزاوية وهو بيساوي 9، يبقى الظل بيساوي 9، إنما لو بيقول لي قياسها هعمل شيفت تان 9، خلي بالك من النقطة دي يا باشمهندس، يبقى رقم د هي الاختيار الصح. رقم 32 يا باشمهندس بيقول لي إذا كان ص بيساوي كذا، فإن ميل المماس للمنحنى ده عند س بيساوي باي على 8. لو أنت ملاحظ الصاد دي عبارة عن قانون ضعف الزاوية بتاع الظا، يعني ده عبارة عن ظا 2 س، يبقى ص شرطة يا باشمهندس، مشتقة الزاوية هنا ب 2 ومشتقة الظا بقا تربيع لنفس الزاوية. هو عايز الكلام ده عند س تساوي باي على 8، يبقى ص شرطة تساوي 2 في قا تربيع في 2 في باي على 8، على 2 في 1 2 في 4، يبقى 2 في القا مقلوب الجتا، جتا باي على 4 اللي هي جتا 45 ب 1 على جذر 2، مقلوبها جذر 2، جذر 2 تربيع ب 2، يبقى 2 في 2 ب 4، يبقى الميل يا باشمهندس بيساوي 4 بس، خلاص خلصت، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. رقم 33 بيقول لي اذا كان العمودي على منحنى الداله ده اهو، خلي بالك العمودي بيصنع زاويه قياسها 3 باي على 4، تمام؟ يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس ان الميل بتاع العمودي بيساوي ظا الزاويه 3 باي على 4 اللي هي 135، فظا 135 بسالب 1، يبقى ميل المماس اللي انا عايزه هشقلب السالب 1 واغير اشارته يبقى موجب 1 زي الفل، ده كده ميل المماس. وميل المماس يا باشمهندس هو بيعبر عن قيمة المشتقة عند النقطة دي، ما هي قيمة المشتقة عند النقطة دي اللي هي عبارة عن د شرطة 3، ما هي د شرطة 3 هي ميل المماس، يبقى د شرطة 3 بتساوي 1 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. خلي بالك ان ميل المماس بيعبر عن قيمة المشتقة عند نقطة التماس، طب ما نقطة التماس هي 3، فهو اما تيجي اقول لك هات لي د شرطة 3 ما اللي هي ميل المماس، يبقى بالنسبة لي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 يا باشمهندس، تمام كده؟ تمام. هقوم افطر بقى عشان المغرب اذن ونكمل ان شاء الله التمارين. 34 يا باشمهندس بيقول لي اذا كانت دالة س بتساوي 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 1، وبيقول لي ان دالة الالف بتساوي د شرطة الف، فان قيمة الالف بيساوي كام؟ طيب بيقول لي ان دالة الالف يعني اعور عن الس بالف، يبقى انا بالنسبة لي دالة الالف بتساوي هيبقى دي 3، اشيل الس واحط الف يبقى الف تربيع، ناقص 5 اشيل السين واحط ا يبقى 5 ا زائد 1، تمام. بيقول لي ان هي بتساوي د شرطة ا، طب ما تيجي نشتق كده د شرطة ا هتساوي، ممكن تشتق من هنا عادي، هيبقى 2 في 3 ب 6 ا ناقص 5، فبيقول لي ان انا المفروض دي تساوي دي، ماشي تعالى نسويها، يبقى بالنسبه لي 3 ا تربيع ناقص 5 ا زائد 1 بيساوي ايه؟ بيساوي 6 ا ناقص 5. هنبدأ ننقل دي الناحية التانية، يبقى دي 3 أ تربيع ناقص 11 أ، والسالب 5 هتروح بموجب 5 وفي 1 يبقى موجب 6، الكلام ده بيساوي صفر، دي هتتحلل أكيد، دي طبعًا 3 أ في أ لأن دي عدد فردي. طيب الأخير موجب، يبقى الأشارتين شبه اللي في النص سالب، تمام. عددين ضربهم 6 مجموعهم 11، حط بقى هنا 3 تديني 9 زائد 2 يبقى 11، يبقى هنا 3 وهنا إيه؟ 2. من هنا ان الالف اعكس اشارة السالب 2 بموجب 2 واقسم على اللي قدامها يبقى 2 على 3، ومن هنا ان الالف بيساوي 3، يبقى الالف ب 2 على 3 والالف بيساوي 3 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم الف يا باشمهندس، ودي مسألة سهلة ومباشرة جدا. رقم 35 بيقول لي اذا كان المستقيم ده هو مماسا للمنحنى دال عند النقطة 3 وسالب 1، فان دال شرطة 3، لو انت ملاحظ هو خد دال شرطة 3، يعني خد لما س بيساوي 3، ما هي النقطة دي هي نقطة التماس اللي موجودة على المستقيم واللي موجودة على المنحنى، صح كده يا باشمهندس؟ تمام، يبقى بالنسبة لي ميل المماس اللي هو قيمة المشتقة المفروض بيعبر عن د شرطة 3، بس كده، يبقى ص شرطة هيساوي 8 ناقص 3 س، طبعا لو اشتقيت ال 8 بصفر واشتقيت دي هتبقى بسالب 3. ما هي المشتقة دي يا باشمهندس؟ هي ميل المماس عند العدد ده اللي هو س، يعني هي ص شرطة عند التلاتة اللي هي د شرطة عند التلاتة اللي هي بتساوي سالب 3، يبقى الاختيار رقم ب. لازم تكون فاهم يا باشمهندس ان قيمة المشتقة بتعبر عن ميل المماس عند النقطة اللي احداث سينها بيساوي 3، تمام كده يا باشمهندس زي الفل. رقم 36 بيقول لي اذا كان ص بتساوي كذا وكان د ص د س،
اللي هي قيمة المشتقة بيساوي 6 لما س بيساوي 1، فإن الألف بيساوي إيه؟ ماشي يا باشمهندس، أنت كده بتقول لي إن د شرطة 1 بتساوي 6، قيمة المشتقة لما س بواحد قيمتها بستة اللي هو ملي المماس. هبدأ أجيب المشتقة اللي هي س شرطة، هتساوي هنزل الأس في مشتقة ما بداخل القوس يديك أ، واكتب القوس زي ما هو وأقلل من الأس 1، يبقى دي عبارة عن 2 أ أ س زائد 2. قال لك إن قيمتها بتساوي 6 لما الس بواحد، تمام، يبقى دي 2 أ، والسين ده هحط مكانها واحد يعني هتبقى أ زائد 2. طيب ماشي، هضرب يبقى 2 أ تربيع زائد 4 أ. ممكن يا باشمهندس نودي الستة دي هنا، يبقى سالب 6 بيساوي 0، ممكن نقسم على الاتنين كلها صح؟ يبقى ده أ تربيع زائد 2 أ ناقص 3 بيساوي 0. هنبدأ نحلل، يبقى أ وأ الأخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، عددين ضربهم 3 الفرق 2، 3 في 1، والكبشة بقى اللي في النص يبقى هنا 3 وهنا 1. من هنا إن الألف بسالب 3 ومن هنا إن الألف بموجب 1، يبقى سالب 3 وموجب 1 اللي هو الاختيار رقم ب. سؤال سهل وبسيط جدا جدا، تعال نشوف الجزء اللي بعده. كده خلصنا دي، تمام، 37 أولنا، ماشي تمام. بيقول لي إيه يا باشمهندس؟ بيقول لي أنا عايز منك ميل العمودي لمنحنى الدالة دي، ماشي، عند النقطة سالب 2 و8، يبقى أنا يهمني السين اللي هي بسالب 2، ماشي. طيب ده مقياس، انا عيد تعريفه يبقى ص تساوي، انا عيد تعريف المقياس بتاع الترم الاول. هناخد موجب المقياس لما الس اكبر من او يساوي صفر المقياس، صفر المقياس لما اساوي الس تكعيب بصفر هيبقى صفر. طيب ماشي، وسالب المقياس يعني سالب س تكعيب لما س اقل من الصفر. هو بيقول لك هنا ابحث عند س بيساوي سالب 2، يعني س اقل من الصفر، فانا هشتغل في الشرط ده، فيبقى بالنسبه لي الداله بتاعتي يا ص بتساوي سالب س تكعيب. انا كان ممكن من اول نظره السين بسالب 2 يبقى انا اخد سالب المقياس، ولكن ايه، انا برجع لك الذاكره يعني عشان انت اكيد هتبقى ناسي حاجه زي دي. تمام، هبدا اشتق، يبقى ص شرطه بيساوي سالب 3 واقلل الاس 1 يبقى سالب 3 س تربيع. طيب عند س بيساوي سالب 2، عند س بيساوي سالب 2 هعوض، يبقى ص شرطه بتساوي سالب 3 في س تربيع اللي هي سالب 2 تربيع بموجب 4 يعني سالب 12. خلي بالك ان ده ميل المماس، يبقى ميل العمودي، ميل العمودي هشقلب واغير الاشاره، هيبقى واحد على سالب 12، لما اغير اشارتها هيبقى واحد على 12، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ج يا باشمهندس. مساله سهله خالص. رقم 38 بيقول لي اذا كانت د داله زوجيه غير ثابته، يعني ماهيش داله ثابته وقابله للاشتقاق، وكان د شرطه 2 بيساوي 3، فان ميل المماس للداله د عند س بيساوي سالب 2. زي ما قلت لك في درس الاشتقاق، فاكر درس الاشتقاق الدرس الثاني، لو هي داله زوجيه فده معناه ان د س بيساوي المفروض يا باشمهندس بالنسبه لي د سالب س، لان دي داله ايه؟ زوجيه. تمام، هنبدا نشتق بالنسبه لس، دي هتبقى مشتقتها د شرطه س هتساوي، ركز بقى معايا، دي هتبقى د شرطه سالب س في مشتقه ما بداخل القوس اللي هو هيبقى سالب 1، فده معناه ان د شرطه س بتساوي سالب بالنسبة لي د شرطة سالب س. كلام عظيم. بيقول لك وكان د شرطة 2 بيساوي 3، يبقى د شرطة 2 يبقى هو شال السين وحط 2، فهبدأ أشيل السين وأحط 2، يبقى د شرطة 2 بيساوي سالب د شرطة سالب س، يبقى أنا بالنسبة لي كام؟ سالب 2. كلام عظيم. طيب ماشي، د شرطة 2 هو قال لي بكام؟ هو قال لي إن هي قيمتها ب 3، يبقى التلاتة بتساوي سالب د شرطة سالب 2. هو عايز ميل المماس يعني قيمة المشتقة لما س بيساوي سالب 2 اللي هي دي، انقل السالب الناحية التانية، يبقى د شرطة سالب 2 بيساوي سالب 3. بس كده يا عم، ولا تتعقد منها خالص ولا نقعد نلف وندور، هو بتعريف الدالة خلصت الموضوع على طول يا باشمهندس. تمام كده؟ تمام، تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كانت دالة فردية، نفس الفكرة يا باشمهندس، إزاي؟ والله يا باشمهندس انت بتقول لي ان هي داله فرديه، فده معناه ان د س المفروض بيساوي سالب داله سالب س. تمام، هبدا اشتق، يبقى د شرطه س هيساوي سالب د شرطه سالب س في مشتقه ما بداخل القوس يعني سالب 1، فهنا د شرطه س هتساوي سالب في سالب بموجب، يبقى د شرطه سالب س. د شرطه 3 بيساوي 5، طب ما تيجي نعوض عن السين ب 3، يبقى د شرطه 3 المفروض بتساوي د شرطة سالب 3. طيب ماشي، د شرطة 3 قال لي ب 5، هو عايز ميل المماس عند س بيساوي سالب 3،
طب ما هو ميل المماس اللي هو قيمة المشتقة لما س بتساوي سالب 3 اللي احنا طلعناها بخمسة، يبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم أ يا باشمهندس. رقم 40 بيقول لي المماس لمنحنى يكون عمودي على محور السينات إذا كان ايه؟ والله يا باشمهندس تعالى كده نشوف، ده محور السينات. معنى يا باشمهندس بالنسبة لي إن المماس عمودي على السينات يعني كده، يعني يوازي محور الصادات. فمعادلة أي حاجة بتوازي محور الصادات يا باشمهندس إن س تساوي أ، حيث أ ده ثابت، يعني س بتساوي 5، س بتساوي سالب 2، س بتساوي سالب 4 وهكذا. فأنا لو جيت أشتق بالنسبة لس يبقى د س د ص بيساوي، أما أجي أشتق الثابت هيديني صفر، يبقى إذا د س د ص بيساوي صفر. دي موجودة فين يا باشمهندس؟ دي الاختيار رقم ج، مفيش أسهل من كده ولا مباشر عن كده. بيقول لي الممسان للمنحنى ص بتساوي س تكعيب، انت س واحد بيساوي سالب واحد وس اتنين بيساوي واحد يكونان ايه؟ عايز الممسان عند القيم دي، تعالى نبدا نجيب الميل ونقارنه. هنبدا نجيب الصاد شرطه هتساوي نزل الاس 3 وقلل السين واحد يبقى 3 س تربيع. هنبدا نجيب بقى مره عند س بتساوي سالب واحد ومره عند س بتساوي واحد، تمام؟ س تساوي واحد وس تساوي سالب واحد، هيبقى سالب واحد تربيع بواحد في تلاتة بتلاتة، وهنا س لما تساوي واحد واحد تربيع بواحد بتلاتة بتلاتة. يبقى قيمة المشتقة عند سالب واحد هي قيمة المشتقة عند الواحد، يعني الميل هنا هو الميل هنا، قلنا لما ميل يساوي ميل يبقى الممسان مالهم متوازيان، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. رقم 42 بيقول لي المماس للمنحنى ده عند نقطة الأصل، عند النقطة صفر وصفر. طيب معايا يا باشمهندس دالة، بس خلي بالك دي ص تربيع. طيب هناخد الجذر هنا وهنا، يبقى ص بتساوي الجذر التربيعي لس تكعيب زائد س تربيع. لو انا جيت يا باشمهندس اجيب الص شرطة يساوي دي ده جذر، يبقى 2 من الجذر في المقام على مشتقة فوق في البسطة، يبقى مشتقة ما تحت الجذر، يبقى اللي هو هنزل التلاتة يبقى 3 س تربيع زائد 2 س. هو بيقول لك عند نقطة الأصل، لو جيت تعوض صفر وهنا وصفر يبقى بالنسبة لي صفر على صفر، فهتبقى بالنسبة لي حاجة غير معرفة، فما تستعجلش وتقول لي هو محور السينات. لو تفتكر معايا كده من تالتة إعدادي قلنا إن إحنا لازم نبسط الدالة في أبسط صورة، مش فاهم. البسط يا باشمهندس ممكن آخد س عامل مشترك، فيفضل لي 3 س زائد 2، تمام؟ على هنا يا باشمهندس ممكن ناخد من تحت الجذر س تربيع عامل مشترك، آدي جذر، وآخد الس تربيع عامل مشترك يفضل لي س زائد 1. السين تربيع هتطلع من تحت الجذر في سين، يبقى ممكن نشيلها من هنا وتبقى بالنسبه لي دي 2 في سين. شيل السين دي مع السين دي يبقى هيفضل لي دي 3 سين زائد 2 على 2 جذر سين زائد 1. لما اعوض بصفر بقى يا باشمهندس بص معايا، دي هتروح ودي هتروح، يبقى هتبقى عباره عن 2 على، هيبقى 2 في جذر الواحد يعني 1 في 2 ب 2 يعني 1. طلع ان ص شرطه بتساوي 1، يعني الميل بيساوي واحد، اذا الزاويه موضعها بيساوي واحد، يبقى اذا الهاء بتساوي 45 درجه. يبقى هو ولا هو محور السينات ولا هو محور الصادات ولا هو بيصنع زاويه 60، يبقى هي اكيد رقم كام؟ رقم ج. طب يا باشمهندس يعني ايه نصف محاور الاحداثيات؟ ما هي سهله، لو انا معايا ده محور س اهو وده محور ص، الزاويه 45 يعني عامل كده اهو، يبقى هو فعلا بينصف المحاور لان دي 45 ودي ايه؟ 45. فدي كلمة ينصف الزاوية بين محوري الإحداثيات، تمام كده يا باشمهندس؟ زي الفل. السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 43 بيقول لي إذا كان ميل الممس للمنحنى ده عند النقطة كذا اللي هي من السين يساوي 6 جذر 3، خلاص بقى والله كل المسائل نفس الأفكار. هنبدأ الدرس دي طبعًا ليها صاد، فما نجيب الصاد شرطة، بس خلي بالك قبل الصاد شرطة تعالى نظبط دي زي ما أنا بحبها، صاد بتساوي أدي أ وهتبقى دي جا س الكل تربيع زائد ب جتا س الكل تربيع، انا بحب التربيع يبقى فوق عشان المشتق ما غلطش. يبقى ص شرطه بيساوي نزل الاس اضربه في الالف يبقى 2 الف. طيب بعد كده يا باشمهندس هنقلل من الاس 1 يبقى جا س في مشتقه ما داخل، يبقى بالنسبه لي جتا س مشتقه الجا بجتا، تمام كده؟ تمام. زائد هنا يا باشمهندس هنزل الاثنين يبقى 2 ب، هقلل الاس 1 يبقى جتا س في مشتقه ما بداخل يبقى سالب جا س، تمام. يبقى بالنسبة لي إن ص شرطة بتساوي، لو أنت ملاحظ 2 جا س جتا س يعني جتا ضعف الزاوية، جا ضعف الزاوية، قانون جا ضعف الزاوية، يبقى ده كأنها جا 2 س في أ، يبقى أ جا 2 س، تمام.
هنا موجب في سالب بسالب. لو انت خدت بالك برضو 2 جا س جا س دي هتديك جا ضعف الزاوية، يبقى سالب وفي 2 اهي وفي باء، لا الاتنين خلاص راحت من القانون معذرة، يبقى سالب باء جا 2 س بس كده تمام. عند النقطة س بتساوي باء على 3 تمام، هو قيمتها بكام؟ ب 6 جذر 3. عوض بقى يا باشمهندس، يبقى 6 جذر 3 بتساوي الالف في جا 2 س، جا في 2 باي على 3 يعني جا 2 باي على 3. 2 باي على 3 اللي هي كام يا باشمهندس؟ 120. 2 في 180 على 3 120 ساين الانصر، يبقى جذر 3 على 2، يبقى دي الف في جذر 3 على 2 ناقص الباء في جا 2 س برضه، ما احنا لسه جايبينها بجذر 3 على 2. كان ممكن ناخد الجا 2 س نعمل مشترك ونريح دماغنا اصلا ونقسم عليها على طول، ايه رايك نعملها كده؟ هتبقى سهله وهيبقى لو ماشي ماشي مش هتفرق مش هتفرق. هناخد دي كده ودي كده ودي كده نشيلهم لان هي مكرره في كله. يبقى الستة بيساوي نص الف لان دي واحد على اتنين ناقص نص باء، تمام يا باشمهندس. ممكن نضرب المعادله كلها في اتنين، يبقى ال 12 بتساوي الف ناقص باء، يبقى دي معادله. طيب انا عاوز معادله ثانيه يا باشمهندس عشان اقدر ان انا اعوض فيها، تمام. والله يا باشمهندس لو انت جيت بصيت هنا هو بيقول لي عند النقطة دي، فممكن أعوض بالنقطة دي هنا، يبقى ده السين اللي هي صاد بواحد هتساوي ألف في جا تربيع باي على 3 اللي هي جا تربيع 60، جا 60 بجذر 3 على 2 تمام؟ لما أربعها هتبقى 3 على الأربعة زائد باء في جا تربيع 60، جا 60 بنص تربيعها هيبقى إيه؟ بربع، تمام كده؟ تمام يا باشمهندس، اضرب في أربعة كده يبقى 4 بيساوي 3 ألف زائد باء، والمعادلة الثانية إن ال 12 بيساوي ألف ناقص باء. هنجمع؟ تمام؟ مش هي دي كده هتبدأ تروح مع دي؟ أيوة يا باشمهندس تمام. هنبدأ بقى يا باشمهندس بالنسبة لنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نجمع المعادلتين، يبقى 3 ألف وألف يبقى 4 ألف بيساوي 4 و12 يبقى 16، اقسم على 4 يبقى الألف بيساوي كام؟ الألف بيساوي 4 تمام. طب ايه تاني يا باشمهندس؟ عايزين نجيب الباء، هنعوض هنا بقى او هنا ايا كان. 3 ألف يعني 3 في 4 ب 12 يبقى ال 4 بتساوي 12 زائد باء، ودي ال 12 يبقى الباء بتساوي 4 ناقص 12 سالب 8، يبقى الالف ب 4 والباء بسالب 8 يا باشمهندس، تمام كده؟ تمام. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه، وعايز مني الف زائد باء يعني 4 وسالب 8 يبقى سالب 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم باء يا باشمهندس، تمام كده؟ ايه اللي بعده؟ رقم 44 بيقول لي إذا كان المنحنيان دول يتقاطعان على التعامد، يتقاطعان على التعامد ده معناهم إن هما متعامدين عند النقطة دي، تمام؟ فكلمة يتقاطعان على التعامد يبقى هما متعامدين عند النقطة واحد وواحد، تمام يا باشمهندس؟ هعمل فيها إيه؟ سهلة جدا يا باشمهندس، إزاي؟ كده معنى إن حاصل ضرب الميل الأول فحاصل ضرب ميل التاني بيساوي سالب واحد، تمام؟ طيب أنا الوقت يا باشمهندس الميل هو المشتقة، تمام؟ الميل هو المشتقة، خلاص اشتق الأولى دي يبقى صاد شرطة نسميها واحد مثلا، ماشي، هيساوي آلي 3 وآلي 3 س تربيع. طيب لما س تساوي واحد يبقى صاد شرطة واحد بيساوي واحد تربيع بواحد في 3 ب 3، يبقى ميل الأول ب 3، خليه على جنب. طيب لما نيجي نشتق التاني ده بالنسبة لصاد، خلي بالك بقى، هنشتق بالنسبة لصاد، يبقى دي أ، يبقى ده لصاد ده لسين أو صاد شرطة، تمام كده؟ تمام. زائد أنا بشتق بالنسبة معذرة لسين، بشتق بالنسبة لسين عشان كده كتبت صاد شرطة، وهنا هنزل الاتنين يبقى 2 سين طبعًا بيساوي هنا 7 يبقى بيساوي 0 يا باشمهندس، تمام كده؟ تمام. هنودي الاتنين سين يبقى بالنسبة لي أ صاد شرطة بيساوي سالب 2 سين، اقسم على صاد شرطة يبقى بيساوي سالب 2 سين على أ. طب ما هو بيقول لك ان السين بواحد يبقى سالب 2 على أ. طب ما انا لسه قايل لك طالما يتقاطعان عند التعامد يبقى حاصل ضرب الميلين او حاصل ضرب المشتقتين دول بسالب واحد، يبقى 3 في سالب 2 على أ بيساوي سالب 1 على 1، شيل السالب من هنا يبقى 3 في سالب 2 بسالب 6 على أ بيساوي 1، يبقى اذا البسط بيساوي المقام، يبقى الأ بيساوي سالب 6. يبقى قيمه الأ بالنسبه لي بتساوي كام يا باشمهندس؟ لا هنا سالب هنا 3، السالب ده يروح مع السالب ده تبقى موجب، معذرة هنا السالب راح مع السالب يبقى ضل 3 في 2 بموجب 6 على أ، طالما الناتج 1 يبقى البسط بيساوي المقام، إذا الأ بيساوي 6 سالب 6، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم د هو الاختيار الصح. رقم 45 بيقول لي إذا كان منحنى الدالة د يمر بالنقطة 3 و7 وكان ميل المماس عندها بيساوي سالب 2
وكان راء س بيساوي كذا، فإن قياس الزاوية التي يصنعها المماس لمنحنى الدالة راء. بص، هو عايز الزاوية اللي يصنعها المماس لمنحنى راء، يبقى هو عايز راء شرط عند س بيساوي 3. تمام كده؟ تمام، هي دي اللي تهمني في الموضوع ده كله يا باشمهندس. تمام. طيب تعالى بقى نجيب الراء شرطة يا باشمهندس. الراء شرطة س هيساوي، هنبدأ نشتق كده واحدة واحدة. لو انت ملاحظ دول دالتين مضروبين في بعض، فخلي بالك، يبقى ثبت الأولى س زائد 2 في مشتقة الثانية دال شرطة س، زائد الثانية اللي هي دال س في مشتقة الأولى اللي هو معامل س هنا بواحد، خلاص، زائد الاتنين س مشتقتها 2 والسالب 3 في صفر. تمام؟ يبقى أنا كده وصلت لمين؟ لراء شرطة س يا باشمهندس. تمام كده؟ هو عايز عند س بيساوي 3، يبقى هنعوض عن س ب 3، يبقى راء شرطة 3 هيساوي، هشيل السين واحط 3 يبقى 5 دال شرطة 3 زائد دال 3، أي سين بتقابلك شيلها وحط إيه؟ حط 3 زائد 2. يبقى مطلوب مني دال شرطة 3 ومطلوب مني دال 3. تمام؟ خلي بالك طالما هو بيمر بالنقطة دي، يعني النقطة 3 و7، يبقى أنا بالنسبة لي إن دال 3 لما أعوض عن السين ب 3 تطلع الصب 7، يبقى دي مبدئيا ب 7. تمام كده؟ فشيلها وحط 7. فاضل لي دال شرطة، هو بيقول لك منحنى الدالة كان ميل المماس عندها بيساوي سالب 2، يعني دال شرطة 3 لما أعوض عن السين ب 3 طلعت بسالب 2، يبقى دي بسالب 2، خلاص عوض، يبقى 5 في سالب 2 بسالب 10، 7 و2 موجب 9، سالب 10 موجب 9 يبقى سالب 1، يبقى راء شرطة س اللي هو الميل بيساوي سالب 1. طب ما هو ظاها بيساوي سالب 1، إيه الزاوية اللي الظل بتاعها في سالب 1؟ 135، شفت تان سالب 1. 135 اللي هي 3 باي على 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د يا باشمهندس. تمام كده؟ تمام. اللي بعده رقم 46 يا باشمهندس، بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كانت دال داله من ح الى ح داله س بتساوي كذا، المماس عند س بيساوي 1 يصنع زاويه قياسها 35. طب ما تجيب لي الميل اللي هو قيمته المشتقه، هيبقى عباره عن ظا 135 يعني سالب 1. تمام. فهنا كده معناه ان قيمه المشتقه لما عوض عن السين بواحد طلعت بسالب واحد. تمام. طيب تعالى بقى نشتق كده، يبقى دال شرطة س أوسط شرط، اشتق دي تبقى 3 س تربيع ناقص اضرب الاتنين في الألف يبقى 2 أ س زائد ب. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. خلي بالك إن هو عوض عن س بواحد، هنعوض بس بواحد، يبقى دال شرطة واحد 3 في واحد تربيع ب 3 ناقص 2 في واحد 2 أ في واحد ب 2 أ زائد ب. خلي بالك ان هو قال لك الناتج اهو دال شرطه 1 بيساوي سالب 1. تمام. يبقى بالنسبه لي لو رتبنا ده اهي، يبقى ب ناقص 2 ا هنودي الثلاثه الناحيه الثانيه يعني بتساوي سالب 4. يبقى انا وصلت ان ب ناقص 2 ا بتساوي كام؟ بتساوي سالب 4. دي كده المعادله رقم 1. تمام. عايز معادله ثانيه يا باشمهندس عشان ابدا احلها. هو بيقول لي بينما المماس عند س بيساوي 2 بيوازي محور السينات. يعني دال شرطه 2 المماس لما اعوض عن السين ب 2 بيوازي محور السينات، يعني الميل بيساوي صفر. يبقى انا يا باشمهندس اعوض في ده الشرطه ده اللي احنا جبناها ب 2 والناتج هيبقى بصفر. ماشي. يبقى 3 في 2 تربيع ب 4، 3 في 4 ب 12 ناقص 2 في 2 يبقى ناقص 4 ا زائد ب، قال لك الكلام ده بيساوي صفر. تمام. طيب ماشي، لو انا ايه ظبطتها شويه يبقى ب ناقص 4 ا وديت ال 12 الناحية التانية يبقى بتساوي سالب 12. دي كده المعادلة رقم 2. هنبدأ نحل دول ممكن بالطرح، يبقى نغير الإشارات اللي تحت، دي تبقى سالب ودي موجب ودي موجب. موجب ب وسالب ب هيروحوا مع بعض، سالب 2 ألف وموجب 4 ألف يفضل 2 ألف بيساوي سالب 4 وموجب 12 8، اقسم على الاتنين يبقى الألف بيساوي 4. كلام عظيم. طيب ماشي. بعد كده يا باشمهندس بالنسبة لي أنا جبت الألف، عوض في أي معادلة بقى، يبقى ب ناقص 2 ا يعني ناقص 2 في 4 ب 8 بيساوي سالب 4، ودي دي الناحيه الثانيه يبقى اذا الباء برضو ب 4، يبقى ا زائد ب، لا مش عايز ا زائد ب، 3 ا ناقص ب، 3 ا يبقى 3 في 4 ب 12 ناقص الباء اللي هي 4، يبقى 12 ناقص 4 بيساوي 8 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د يا باشمهندس. تمام كده؟ زي الفل. اللي بعده بيقول لي في رقم 47 مساحه المثلث المحصور بين المماس للمنحنى ص بيساوي 4 على س، حيث س عدد اكبر من الصفر عند اي نقطه عليه ومحوري الاحداثيات. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا معايا منحنى معادلته، لو عوضت باي نقط مثلا حطيت السين، طبعا هو قال لك س اكبر من الصفر،
لو حطيت السين بواحد الصاد باربعة، يعني دي واحد مثلا واربعة اهي. لو حطيت السين باتنين هتبقى الصاد باتنين، وليكن كده يعني دي واحد اتنين تمام. فيبقى بالنسبة لي المنحنى عامل لي ايه؟ جاي بالشكل كده. خلي بالك لما عوضت عن واحد طلعت باربعة كده، ودي النقطة التانية يعني دي كده ودي كده، يعني المنحنى المفروض جاي كده اهو. فهو عايز مساحة المثلث ده تمام. عشان اجيب مساحة المثلث ده يا باشمهندس هبدأ اجيب نقط التقاطع بتاعتي تمام. لو جيت جبت نقط التقاطع هتحط السين بصفر، وهو اشترك عليك ان السين اكبر من الصفر، طب هتعمل ايه؟ هتبدأ تلجأ للمشتقة بقى يا باشمهندس تمام. شايف الصاد دي؟ تعالى نظبطها شوية، مش هي 4 على س، يعني 4 س سالب 1 تمام. هبدأ اجيب الصاد شرطة، يبقى تساوي اضرب الأس في الرقم، يبقى سالب 4 س أس سالب 2، يعني سالب 4 على س تربيع تمام. هنفرض يا باشمهندس ان المماس ده اهو، خلي بالك لانه عايز مساحة المثلث بين المماس للمنحنى، يعني مثلا هنفرض ان الايه المنحنى جاي كده مثلا وبيمس عند نقطة معينة تمام، فهنسمي النقطة دي ألف مثلا أو أي حاجة ألف، يعني أخلي السين بألف. خلي بالك لما أعوّر عن السين بألف الصاد هتبقى 4 على ألف، يبقى النقطة دي اسمها ألف وأربعة على ألف تمام يا باشمهندس، عشان لما أجي أعوّض بيها لازم أحفظ القيم تمام. يبقى أنا بالنسبة لي المماس عند س بيساوي ألف اللي هو قيمة المشتق، يبقى صاد شرطة بيساوي سالب 4، أشيل السين وأحط إيه؟ ألف تربيع تمام. طيب ماشي، مش الميل اللي هو قيمة المشتقة تمام، ومعايا نقطة بيعدي بيها تمام. طب ما تعوض، يبقى صاد ناقص على س ناقص بيساوي الميل، الميل اللي هو صالب اللي هو صاد شرطة اللي هو سالب 4 على ألف تربيع، صاد ناقص الصادات اللي هي 4 على ألف، وس ناقص السينات اللي هي ألف، وابدأ اضرب مقص تمام. صاد في ألف تربيع يبقى ألف صاد تربيع، سالب 4 على ألف في ألف تربيع، الألف هتروح مع واحدة من دي يفضل لي سالب 4 ألف، بيساوي سالب 4 في س بسالب 4 س، سالب 4 في سالب ألف بموجب 4 ألف تمام؟ تمام. تعالى نظبط، نودي دي الناحية التانية، يبقى ألف صاد تربيع موجب 4 س، الموجب 4 تروح الناحية التانية وفي سالب 4 كمان، يبقى سالب 8 ألف بيساوي إيه؟ بيساوي صفر. هنا بقى نقدر نجيب التقاطع مع السينات والصادات. طيب ما تيجي ايه رايك نسيب ده الناحيه الثانيه، يعني السالب 4 ده نوديها الناحيه الثانيه، يبقى انا 8000 عشان نعور على طول. لما احط السين بصفر يعني ده هتروح، هيفضل ان ا ص تربيع بيساوي 8000 تمام. تمام، ممكن نشيل سوري كده، دي ا ا تربيع في ص، دي ا تربيع صح كده، ا تربيع هنشيل ا مع واحده من هنا، يبقى ا ص تربيع بيساوي 8، هي ا ص ا، انا لخبطت خالص معذره، دي ا تربيع ص، ا تربيع ص، الالف تربيع اتضرب في الصاد، انا ربعت الصاد مش عارف ليه، يبقى دي ا تربيع ص بس تمام. يبقى ا ص بيساوي 8، يبقى الصاد بتساوي 8 على ا، يبقى نقطه التقاطع مع محور الصادات هي 0 و8 على ا تمام. طيب تعالى نحط الصاد بصفر، يبقى ال 4 س بيساوي 8 ا، لو قسمت على ال 4 يبقى الس بتساوي 8 على ال 4 يبقى 2 ا، يبقى نقطه التقاطع مع السينات 2 ا وصفر. طب ما هي المساحة بتبقى المسافة دي اللي احنا جبناها 2 ألف في المسافة دي اللي احنا جبناها 8 على ألف في نص تمام، يبقى مساحة المثلث هيساوي نص القاعدة اللي هي 2 ألف في الارتفاع اللي هي 8 على ألف، الألف ده يروح مع الألف والنص مع الاتنين يفضل لك 8، يبقى 8 وحدة مربعة اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ج يا باشمهندس تمام كده تمام. رقم 48 يا باشمهندس بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الدال، عايز دال شرطة عند الاتنين، يعني عايز قيمة المماس أو منحنى المماس الميل بتاعه لما السين بتساوي 2 تمام يا باشمهندس. السين بتساوي 2 فين؟ أهي، يعني دي السين بتساوي 2، يبقى هي دي نقطة التماس بتاعتي. بص يا باشمهندس مش هنوجع دماغنا ولا نقعد نشرح، هنجيب مسطرتنا الجميلة ونبدأ نرسم مماس عند النقطة دي أهي، بس عملت المماس أهو تمام. الوقت يا باشمهندس المماس ده عامل زاوية ايه مع محور السينات الموجب؟ زاوية حادة، طالما الزاوية حادة يبقى قيمة المشتقة مالها؟ موجب، يعني الميل موجب يبقى قيمة المشتقة موجبة، بس كده ومسألة ايه خمسة. رقم 49 يا باشمهندس بيقول لي الشكل المقابل يمثل المنحنى ص بتساوي د س تمام، والمستقيم لام، لام ده اهو بيمس المنحنى عند النقطة 6 و2، يعني ده مماس، فإن د شرطة 6، خلي بالك إن د شرطة 6 يعني الميل المنحنى لما عوضت عن السين بستة تمام. عايز اجيب ميل يا باشمهندس تمام، ما نقدر اوصل للميل سهل جدا، ازاي؟ مش ده خط مستقيم ميله بيجي عن طريق اي نقطتين عليه؟ طب ما هي النقطة دي انت قايل ان هي ستة واتنين،
واختار نقطة تانية. عندك نقطة اهي وعندك نقطة اهي براحتك. تعال ناخد 2 و0، يبقى الميل بيساوي فرق الصادات، يبقى 2 ناقص 0 2، على فرق السينات 6 ناقص 2 يبقى 4، 2 على 4 يعني نص. طب ما هو ميل المستقيم اللي هو ميل المماس اللي هو قيمة المشتقة، لما عوضنا عن السين ب6 يبقى بالنسبة له نص، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم جيم يا باشمهندس. الأسئلة دي بتعتمد بس أنت فاهم ولا لأ. طيب ماشي، رقم 50 دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي أنا عايز منك د شرطة واحد زائد ر شرطة واحد، تمام؟ يعني روح في المنحنى اللي اسمه د وهات لي ميل المماس لما د بتساوي واحد. فين المنحنى اللي اسمه د؟ أهو اللي هو ده أهو، تمام؟ اللي هو عامل شبه الـ8. فعند الواحد يعني هنا كده، خلي بالك ان هو اشترط عليا عند هنا عند الواحد، فخلي بالك دي ضله خطيه، لو عملت لها مماس بتبقى المنحنى ده. يبقى انا بالنسبه لي قيمه المشتقه اللي هو الميل، الضله الخطيه منها ثابت، يبقى اختار اي نقطتين، واحد وواحد اهي، وده بيمر بنقطه الاصل، تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. يبقى دال او ميل دال س هيساوي فرق الصادات، طبعا دي واحد وواحد ودي صفر وصفر، يبقى 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 0 1، يبقى بتساوي 1. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس دي بكام؟ دي كده ب1. واحد تاني هيقول لي لا بس لمح شويه، دي بتعدي بنقطه الاصل، يبقى الزاويه دي 45، يبقى الميل بيساوي ظا 45 بيساوي 1. اقول لك صح، دي صح ودي صح. ماشي، تعالى نروح لراء شرطه كده، جبنا دي ب1. راء شرطه 1، راء اللي هي عامله شبه السبعه، عند الواحد هنروح نخبط كده، دي كده. لو انت ملاحظ ده بالنسبة لي برضو دالة خطية بس نازلة، عرفت ان هي نازلة منين؟ لان هي جت كده وجت كده، تمام؟ تمام. يبقى انا بالنسبة لي برضو ممكن اجيب الميل بأي نقطتين يا باشمهندس، ازاي؟ دي بتعدي بالنقطة كام؟ بتعدي بالنقطة ده اهي 1 و3. طب النقطة ده اهي ما بتعدي بها برضو اللي هي 2 و1، 2 و1. يبقى الميل بتاع الراء س اللي هو بيمثل المشتقة، فرق الصادات يبقى 3 ناقص 1 2، على 1 ناقص 2 سالب 1 يعني سالب 2. يبقى انا بالنسبه لي 1 ب1 والتاني بسالب 2 يا باشمهندس، تمام كده؟ تمام. يبقى انا جبت دي كام؟ بسالب 2. لو جمعت 1 وسالب 2 يديني سالب 1، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب يا باشمهندس، تمام كده؟ تمام. تعالوا نشوف اللي بعده. خلاص اخر جزء معانا اهو ان شاء الله. رقم 51 بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الدال، تمام؟ المستقيم لام يمس المنحنى عند النقطه 2 و0. عند النقطة 2 و0 هو بيبدأ يمس هنا، فإن ده شرطة 2. والله يا باشمهندس ده شرطة 2 اللي هي قيمة المشتقة لما س بتساوي 2. خلي بالك إن المنحنى مشترك في المماس مع النقطة دي، طب ما هو أعتقد إن المنحنى ص بتساوي 2 س ناقص 4، فأنت لو جبت ص شرطة هتساوي كام؟ معامل الس اللي هو 2. خلي بالك إن الص شرطة دي أنت هتبحثها عند نقطة التماس اللي هي عندما س بيساوي 2، ما هي ص شرطة دي اللي هي د شرطة عند نقطة التماس اللي هي 2، طب ما هي قيمتها بكام؟ والله قيمتها ب2، يبقى الاختيار رقم ج. خلاص؟ هنا بيعتمد هو أنت فاهم ولا لأ، هنا الأسئلة دي نمطية خالص، مفيش فيها أي حاجة. رقم 52 بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الدال، دال س بتساوي أ س ناقص س تربيع، والمستقيم لام يمس المنحنى عند النقطة 1 وكاف، فإن قيمة الألف، بص برضو الاتنين دول مشتركين في نقطة التماس ده اهي اللي هي السين بتاعتها بواحد، طب ما انا معايا ص، تمام؟ تمام. يبقى انا بالنسبة لي يا باشمهندس طالما ده بينص عند النقطة ده، يبقى قيمة المشتقة عند الواحد هنبدأ نجيبها، تمام يا باشمهندس؟ زي الفل. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نجيب ده لشرطة واحد اللي هي قيمة المشتقة لما نعوض بالسينات بتاع نقطة التماس، تمام؟ طيب المعادلة هي ايه؟ ص بتساوي 4 س زائد ب، يبقى الصاد شرطه هي معامل السين اللي هي 4، فده معناه ان ده الشرطه 1 بتساوي كام؟ بتساوي 4، تمام يا باشمهندس وزي الفل. طيب ادي ده الشرطه 1. طيب ماشي، الوقت يا باشمهندس هو عايز يوصل للالف، تمام؟ تمام. انا جبت قيمه المشتقه، طيب عايز اوصل للالف، طب ما انا بالنسبه لي يا باشمهندس لو عوضت في المعادله دي ب1، ركز بقى معايا، عوض فيها ب1، المفروض الناتج يطلع بكام؟ المفروض ان الناتج يطلع بتاعي ب4، لو انا عوضت عن السين هنا ب1 المفروض تطلع معايا ب4، يبقى انا بالنسبه لي اعوض بقى يبقى بألف. خلي بالك هنا اما اجي اشتق يا باشمهندس اهي، اشتق دي اللي هي ص شرط هتساوي ايه؟ معامل السين اللي هو ألف، وهنا ناقص انزل الاس واقلل من الاس 1، المفروض ان ده الشرطه 1 بتساوي 4، هعوض عن السين ب1 والمشتقه هتبقى ب4، يبقى 4 بتساوي ألف ناقص 2 في 1 ب2، انقل السالب 2 يبقى الالف ب6.
فهمني؟ يبقى انا جبت المشتقه من التعريف اللي هو قال لي عليه، وبعد كده اشتقيت المنحنى الاساسي لان ده الخط المستقيم بتاعي، وطلعت قيمه الالف طلعت معايا بكام؟ ب6 اللي هو الاختيار رقم ج. رقم 53 يا باشمهندس، والاخيره معانا ان شاء الله. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان المستقيم لام يمس المنحنى ص بتساوي د س. المستقيم لام بيمس المنحنى ص بتساوي د س، اهو اللي هو المنحنى اللي فوق ده. طبعا لو انت ملاحظ هو بيمس عند النقطه ده اللي هي 0 و2، لان دي موجوده على محور الصادات زي الفل. هو قال لي اصلا 0 و2، يمس المنحنى ص بيساوي راس س، بيمس المنحنى ده عند س بيساوي 3، يعني النقطه ده 3 وحاجه، تمام. وكان 4 د شرطه 0 زائد 5 ر شرطه 3 بيساوي 3، فان ر 3 بيساوي كام؟ طيب ماشي. الوقت يا باشمهندس المفروض ان ميل المماس عند المنحنى ر بيساوي ايه؟ المفروض ان هو هيبقى بيساوي ر شرطه 3. ليه؟ مش هو بيمس يا باشمهندس عند النقطه 3، فالمفروض عشان اجيب ميله يبقى بالنسبه لي ده طبعا ميل المماس. يبقى هو قيمه المشتقه عند نقطه التماس، عند السناد بتاع نقطه التماس اللي هي 3. يبقى انا بالنسبه لي ميل المماس هنا. طب ميل المماس هنا المفروض ان ده شرطه عند السناد بتاع نقطه التماس اللي هي 0. خلي بالك الاثنين دول بيعبروا عن نفس الحاجه، ازاي؟ اصل هما مماس واحد ليهم هما الاثنين. فاكيد الخط المستقيم ده لا ما لهوش ليه اكتر من ميل، لا ميله ثابت، ما هو يبقى الميل ده بيساوي الميل ده. يبقى طلعت كده ان ر شرطه 3 بتساوي د شرطه 0، كلام زي الفل. فهنا بيقول لك 4 د شرطه 0 زائد 5 ر شرطه 3، هو عايز اوصل للر، شيل دي. د شرطه 0 بر شرطه 3، يبقى دي عباره عن 4 ر شرطه 3 وكمان 5 من الراء شرطه 3 يديك 9 من الراء شرطه 3 بتساوي 3. على 3 فيها الواحد، على 3 فيها 3، يطلع ان راء شرطه 3 اقسم الطرفين على 3 يعني بتساوي كام؟ تلت. يعني ميل المستقيم لما عوضت عن السين ب 3 هنا اهو طلع بيساوي كام؟ بيساوي تلت. طيب ماشي، هو عايز يوصل لراء 3، يعني عايزين نوصل للداله الاصليه او معادله الخط المستقيم ده، يبقى محتاج نقطه ومحتاج الميل. انا عرفت الميل بتلت، طب محتاج نقطه اعملها ازاي؟ ما خلي بالك ان ميل المماس بيجي او ميل المنحنى ده اهو او المستقيم بيجي عن طريق فرق الصادات على فرق السينات، يعني سمي النقطه دي مثلا 3 وصاد، يبقى الميل اللي هو تلت بيساوي فرق الصادات يعني صاد ناقص 2 على فرق السينات يعني 3 ناقص 0 ب 3. لو انت ملاحظ المقام بيساوي المقام، يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى صاد ناقص 2 بيساوي 1. ودي للناحيه الثانيه، اذا الصاد بتساوي 3. يبقى انت كده عرفت ان النقطه دي 3 و3، تمام. طب ما انت كده تقدر تكون معادله الخط المستقيم عشان تقدر تجيب الراء 3، تمام. هكونها ازاي؟ عادي بقى جدا يا باشمهندس، صاد ناقص على س ناقص، او خلاص هو بالنسبه لي راء 3 هنا بالنسبه لي هو عور عنها ب 3 فطلعت ب 3، ممكن اقول له 3 على طول من غير ما اجيب المعادله اصلا، لان انا جبت النقطه دي فهي راء 3، لان النقطه دي مشتركه ما بين المستقيم وما بين المنحنى، يبقى راء 3 بيساوي 3 اللي هو الاختيار رقم ب، من غير ما اجيب المعادله بتاعته اصلا يا باشمهندس. تمام كده، تمام كده يا باشمهندس. يبقى الحمد لله خلصنا تمارين اختر بالكامل، 53 سؤال كويسين جدا جدا وفيهم افكار جميله جدا جدا. هنبدا ان شاء الله، حاول كده ابدا لك في الاسئله المقاليه طويله شويتين تقريبا 32 سؤال ما شاء الله يعني، فنحاول نحلهم مع بعض ان شاء الله، ربنا يعين كده ونحاول نحلهم مع بعض ان شاء الله. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، تضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا.